الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ويخرج الاهلي من تحدي الى تحدي وكانه قدر يخص الاهلي. ما ان يفوز حتى يدعو القدر في مواجهه في نفس المكان وبنفس الظروف وبنفس الشروط مع منافس على نفس القدر. هو الاهلي والاهلي فقط الذي يستطيع ان يواجه هذه التحديات المتتاليه. ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والموعد المتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابه. هو بالفعل موعد مع التحدي. موعد مع التحدي، موعد مع الاراده، موعد مع اختبار روح الفانيلا الحمراء. اعتقد ما حدث في استاد رادس دفع الجميع للشهاده بنقاء معدن لاعبي النادي الاهلي. وقد ايه فريق النادي الاهلي فريق بطولات، فريق يملك شخصيه البطوله. فرغ من مهمة رادس، أطاح بالترجي، حمل طموحه وسافر لمئتي كيلو متر الليلة إلى سوسة المدينة الساحلية التونسية الجميلة، معقل النجم الساحلي الذي يواجهه الأهلي في 7:30 مساء الأحد ونصف نهائي الأميرة. يا باشمهندس ابتدي بالمشاكسة معك، تفضل. أعتقد الأهلي ليس في محل اختبار، ولكنه في محل تأكيد المعنى. يعني الأهلي قد تجاوز مرحلة اختبار روح الفانيلا الحمراء أو الروح، وأنه القادر على تجاوز الصعاب أثبتها مرارا، ولن يستطيع أحد أن ينتزعها منه حتى لو ما صدفتش مرة. ولكن على الأهلي أن يؤكد أيوة هي العملية كده ومستمرة كده. ولكن وقانا الله من شر سوء التوفيق أو سوء التحكيم، الاثنين دول ألد أعداء الأهلي، أما الباقي فأنا كفيل بهم. أنت كفيل بهم، لكن الأهلي كفيل بهم مش أنا يعني. لا أنت. فالأهلي كفيل لا بهم. لا، مش أنت بدأت بمشاكسة. إذن هي حلقة مهمة جدا في توقيت شديد الأهمية والحساسية، لعل عنوانها الوحيد ولا يزال التحدي مستمرا. التحدي كان في رادس، انتقل الى سوسة. انطباعك؟ قبل ما اقول لك انطباعي، في انطباع لازم ما يتسابش كده، لانه لو ساب كده الشائعه تتاكد. موضوعين عايز اتناقش فيهم في البدايه كده. الموضوع الاولاني ان هناك توجيه من اداره القناه ما حدش يجيب سيره الخطيب وحسن حمدي. وابتدوا ينشروا ورق كده شكله ملعوب فيه بالكوريكتور وحاجات كده. انا مش مصدق القصه دي، واتصور الاهلي ابعد ما يكون عن يصدر من مسؤوليه او مسؤولي حتى القناه امر كهذا. ليه بقى؟ لان طول عمر النادي الاهلي وسائله الاعلاميه ملك للكيان وليس للافراد. طبعا. دليلي طبعا ان كل اعضاء مجلس الاداره الحالي، وهم كانوا وقتها مرشحين ما كانوش اعضاء مجلس اداره، وكان زمام القرار لدى مجلس اداره سابق تعرض لاقصاء متعمد من الجهه الاداريه وقتها، ورغم هذا لم يتصرفوا بانفعال، بالعكس اصروا على استكمال الانتخابات رغم النصائح التي قدمت اليهم، ما تاجل ما تعمل ما تساوي، لا حن أصروا على أن لا يدخل الأهلي في أي دوامة من دوامات، وسابوا أعضاء الجمعية العمومية يتخذوا القرار. وكانت القناة وأنا وأنت كنا فيها وقتها على مسافة واحدة من الجميع. صحيح. من هم في مقاليد الحكم والسلطة والقرار، ومن هم مرشحين من الخارج. وأعتقد أن الجميع الذين تمتعوا بهذه الحيادية وكان لهم إطلالة مميزة من خلال حتى برنامج محدد، برنامج الزميل إيهاب الخطيب، الأهلي ينتخب، الأهلي ينتخب، ظهر جميع مسؤولو النادي الأهلي الحاليين وهم وقتها كانوا مرشحين على شاشة القناة. لم يصدر أي تعليمات بإقصاء أو حتى بعتاب أو حتى بزعل من المسؤولين في داخل النادي الأهلي، وهي مسألة منطقية. أنت في المجلة وحكينا هذا الكلام، إن المجلة
كان في تعليمات من ايام الكابتن نعمان ثوابتها في وجود حقيقة. الكابتن صالح الذي كان يعشقه الكابتن نعمان. طبعا هتقول الكابتن صالح، تقول مختار الاستاذ مختار حسين، الدكتور حسن مصطفى، كل محمد جنيدي كل المرشحين، محمد ثابت، كل المرشحين ياخدوا نفس الفرصه بنفس المساحه بنفس البنط بنفس الصوره بنفس المانشيت، لانه ده النادي الاهلي يا باشمهندس، ده النادي الاهلي وده احنا قيمتنا بالظبط. محدش فينا هيقبل ان يخرج عن هذا الاطار. صحيح. واذا كان هناك اي ظل من الحقيقه يبقى المشكله عمرها ما هتكون عندنا احنا. سنظل على حيادنا، حيادنا اللي هو ايه؟ مسافه واحده من الجميع. هذا المجلس له علينا حق اظهار كل ايجابياته، له علينا حق اذا استقر على قائمه ان تاخذ القائمه حظها من التقديم وليس الدعم. نحن لا ندعم احد، احنا ندعم النادي الاهلي. الدعم يكون ايه؟ من خلال التقديم المحايد الصادق الامين لكل الاطراف بمسافه واحده. صحيح. ايضا لما تيجي تقول لي انت مين اللي يجرؤ يقول لي ما تجيبش سيره حسن حمدي ولا الخطيب؟ ما حدش يجرؤ يقول لي الكلام ده، والا يقول لي اوعى تجيب سيره تاريخ النادي الاهلي. طب ما انا هجيب سيره الكابتن صالح وسيره مختار التتش اللي هنجيبها كتير النهارده، وجعفر وادي واحمد عبود وعمر لطفي، عظماء الاهلي. هو النادي الاهلي ايه غير هذه الثوابت؟ هو النادي الاهلي مختلف عن الجميع غير هذه الثوابت؟ هو النادي الاهلي غير ايه؟ اجيال بتسلم بعض، ومن هذا الجيل الذي تسلم النادي واقفا على قدميه، والاكثر تتويجا، الاكثر تتويجا والاكثر حصولا على البطولات، وخزنته وان كانت خاويه لكن فلوسه بره، واستطاع ان يبدا بدايه قويه بمجرد ما حصل هذه الاموال. وايضا هو هيترك خزنته مليانه باذن الله، وهيستمتع بها من هو قادم. اذا كان نفس المجلس هيستمتع بثمره عمله، اذا كان اخرون هيستمتع بنجاحات لهذا المجلس. كله بيبني على بعض، كله بيبني على بعضه، مفيش حاجة اسمها انت مع مين وضد مين. احنا مع النادي الاهلي، واذا كان حد هيصنفنا ده شأنه، محدش يقدر يصنفنا. قلوبنا وهوانا احنا حرين فيه، قناعاتنا بنقولها. اللي بيمثل النادي الاهلي مش اللي بيمثل الافراد. يعني لما قلنا مقر واحد اتضع ان احنا كنا عايزين نجنب الاهلي المشاكل اللي عايش فيها لحد النهارده، ما كناش قصدنا نضرب في حد. ولما نيجي النهارده نقول ان في منع، لا، ما هذا غير حقيقي. حتى الان لما انا شخصيا جالك منع؟ لا خالص، انا ما جاليش منع. واذا حصل اهلا وسهلا، نرحب باي منع اذا كان سوف يصطدم بمبادئنا وثوابتنا، ما عندناش مشكله خالص، لعل الامر خير. لكن دايما خير. طب ما احنا البرنامج وقف بعد ما المجلس الجديد جايب كام شهر، ولما رجع اقوى، لانه هو الظروف الصعبه بتبين تمسك الناس بيه. احنا الشيء اللي العمل الجيد، العمل الصادق اللي بيحافظ عليه الجماهير، مش احنا. احنا هيجي لنا لحظه هننتهي، لكن الناس هتتذكر ان كان في برنامج بيقدم الحقيقه ويدافع عن النادي الاهلي. واحنا برضه نرجع تاني، لو على المصالح يبقى عبيط اللي ما يفهمش ان مصلحته كانت ان ياخد طريق الانحياز الكامل زيه زي غيره. ما هي دي المصالح. لكن لما تقف على النص، لا اللي هنا هيعجبه ولا اللي هنا هيعجبه. لكن الحقيقه والموضوعيه هيعجبها. احنا لما تبص في المرايه تحترم نفسك ولا لا؟ صحيح. بس لما الناس تقابلك تقول لك والله العظيم كنا مش عارف ايه بس بنحترمك. انا مش عايز حد يحبني قوي، انا عايز الناس تحترمني، عايز ابنائي يفخروا بيا، عايز اسمي يفضل كده بعد عمر طويل، الراجل ده كان كذا. ربنا يديك توفيق. يعني كلنا المكاسب اللحظيه قد تكون فيها اغراءات، ولكنها اغراءات مضلله. الحقيقه ان الاغراء الحقيقي ان تتسق مع ذاتك، وانك تبقى كبير لدرجه إن محدش يجبر عليك ويرغمك على شيء أنت مش مقتنع به. مصيرك في إيدك، وأدل الحرص أعناق الرجال، ولسنا بحريصين إلا على كلمة الحق. دي واحد. اتنين، استنى، أنت بتجري فين؟ اتفضل. الموضوع بتاع الكابتن حسام إبراهيم ولا أتناوله من منظور
هو كابتن حسام وابراهيم غلطان ولا مش غلطان، ولا كابتن حسام وابراهيم موعود بحاجه عشان كده بيعمل كده، ولا كابتن، هذا مش هنناقشه خالص، لكن هنناقشه من زاويه ازدواجيه المعايير. ذات الاخطاء من نفس الاشخاص وغيرهم، كابتن شيكابالا لما كان بيوجه للجماهير ويتراقص معهم على سبابهم للاهلي، عندما قدم الكابتن حسام قميصه الابيض وحياه مع جماهير الزمالك وهو مستفز من تعادل اللحظه الاخيره، كل هذه الامور كانت محل ترحيب، مش محل ما حدش علق عليه. لا اتحاد، هتقول لي الاتحاد غير الاتحاد ولجنه المسابقات غير لجنه المسابقات، ده الكلام ده لما يكون القيم مرتبطه بالاشخاص والمعايير مرتبطه بالافراد. لكن احنا بنتعامل مع كيان اسمه اتحاد الكره، يجب ان يكون معاييره واحده، لوائحه ونظامه تفرض على الجميع، ولو تغير الافراد. وهو ده بقى بيؤكد كلامي في النادي الاهلي، ان انا لو تعاملت مع الافراد هضل، سوف اضل واضلل، لكن لو تعاملت مع المعايير والثوابت هعمل ايه؟ تظل وارشد، لن اضل. ما انا بقول لك ستظل وتظل. ساظل وتظل. واظل ولا وادي لغيري. أيوة أيوة. مع معايير النجاح بامانه يعني. ما هي اللي انا مش مألفها. اللي انا عشتها وبتسلمتها ومن واجبي اسلمها بمنتهى الامانه. اتحاد الكره كان ينبغي عليه ان يكون متسق مع ذاته. ما جيش النهارده الحاجه اللي كنت برحب بيها من نفس الاشخاص زعلان منها قوي دلوقتي، حتى زملائه الذين تحملوا عليه دلوقتي بيقولوا له انت مالكش مكان بينا، واللي يقول له مش عارف ايه، هذا حقهم هم حرين، لكن كنتوا فرحانين بنفس التصرفات اللي كانت مواجهه للنادي الاهلي. فانا بقول لهم مش كده. طب هل حصل، شوف بقى الفرق بقى، لما النادي الاهلي اتعرض لهذا الكلام، هل حصل من زملاء الملعب الكابتن حسام ابراهيم ان حد هاجمه؟ حد تبرأ منه اطلاقا؟ طبعا. مين يقدر يتبرأ من تاريخ حسام ابراهيم؟ مفيش. كناس مخلصه واعطت، لكن ممكن تنتقد التصرف وممكن تنصح بان كفايه بقى تصرفات تسيء اليك قبل ما تسيء لغيرك. ممكن، وعليه ان يقبلها باخلاص من ناس بتحبه، لكن احنا مش موافقين على ازدواجيه المعايير. ما تفضلش تربي ابنك انه ما يشتم جارك. يا حبيبي يا ابني شوف تفعل عمه والكلام الخايب اللي احنا بنربي بيه بعضنا. ولما تيجي الإهانة لينا من نفس أبنائنا نقول ده الواد ده قليل الأدب. لا، هو قليل الأدب من الأول وقليل الأدب دلوقتي، أو مؤدب دلوقتي ومؤدب قبل كده، خلي معيارك واحد، أو معذور قبل كده، لأن كان بيتقال إيه؟ طب ما هو اتشتموا عايزينهم يعملوا إيه؟ مش كان بيتقال كده؟ طب ما دلوقتي اتشتموا عايزينهم يعملوا إيه؟ إذا كان بقى التبرير في حين إن اللي شتمهم كانوا آلاف، ما أنتش عارف مين، هنا عشرات معروفين بالاسم. فأنت لما تيجي تغرم بقى وتحكم، ممكن الحاج عامر حسين يقول لك وانا مالي وانا كنت موجود دلوقتي، بس انت بنفس المعايير يا حاج عامر اللي عاقبت الكابتن سيد عبد الحفيظ على كلمه قدرات. ولما طلع الكابتن عصام عبد الفتاح وقال هو بعت لي رساله هنبتدي الوساخه ودي مش شتيمه، كلنا عملنا فيها من بنها. هتيجي تقول لي اصل انا بتعامل مع تقارير، لا، انت قلت هتعامل مع فيديوهات، واذا كانت التقارير هتظل تتكتب من منظور واحد وفي اتجاه واحد، لعنة الله على هذه التقارير. احنا عايزين العدالة مرة، عايزين القيم مرة ينتصر اليها، ولو على حساب مين مهما كان. احنا هنقول شوية امثلة كده عشان نستعرض كيف كان يتصرف النادي الاهلي. انت مجهز حاجات جميلة النهاردة، خليكم معانا والله العظيم هتفرحوا بالنادي الاهلي بتاعكم ده بشكل، وهتقولوا لازم نسلمه زي ما كل واحد فينا بيستلمه. اتفضل استاذ ابراهيم. عموما دلوقتي شغال في الدوري مباراه وادي دجله وسموحه، والنتيجه اللي عليها حتى الان لا زادت 0-0، لكن المقاولين كان كسب النصر 2-1، والمصري كسب طلاع الجيش 4-0، وامبارح كان الانتاج الحربي كسب الرجاء 2-1، علشان يكون كابتن خالد القماش المدير الفني للرجاء اول ضحايا الدوري من مدربيه. اول مدرب يتقدم باستقاله ويقبلها ناديه هو الكابتن خالد القماش من نادي الرجاء. ده الاخر نتائج الدوري اللي اتلعبت النهارده. لكن دعونا في البدايه وقبل كل حاجه
نشاطر الكابتن الكبير الكابتن شوقي عبد الشافي والكابتن الكبير عبد العزيز عبد الشافي الكابتن زيزو كل الاحزان والمواساه في رحيل المغفور له باذن الله تعالى والده الكابتن شوقي والكابتن زيزو. تغمد الله الراحله الفقيده بواسع رحمته والهم الكابتن شوقي والكابتن زيزو الصبر والاحتساب والسلوان ان شاء الله. اسبوع تقيل لانه كابتن مصطفى عبده انا ثلاث ايام ورا بعض كابتن مصطفى عبده كنا لسه يا دوب اربعه يعني الكابتن طارق مصطفى بنشاطر الاحزان كابتن مصطفى عبده كلها حاجات مؤثره ودراميه جدا. ثم بالامس ابن شقيق كابتن همام الشريف همام الشريف يا جماعه كان لعيب في الترسانه بس هو ابن الاستاذ محمد عبد القادر الشريف عضو مجلس اداره سابق في الاهلي واحد مؤسسي يعني احد كبار الاهلي واهلاوي جامد جدا ابن شقيقه شاب عنده حاجه و30 سنه صغير وبرضه يعني توفاه الله اليوم النهارده والده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن شوقي عبد الشافي رحمه الله على الجميع. واسبوع تقيل اسبوع بيذكرنا ان نعتبر ويذكرنا اننا يجب ان نتعامل مع الله سبحانه وتعالى مش مع البشر. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي بيلحق ان شاء الله تعالى بكره ببعثه الاهلي في سوسه رئيسا للبعثه. انتوا عارفين المهندس محمود كان سافر مع الفريق في مباراه الترجي وعاد ليباشر اعماله وشؤون النادي في القاهره ويعاود غدا السفر. كما حضر وسافر ايضا المهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه في النادي بعد ما انجز بعض المهمات الخاصه برحله الفريق. والاهلي حدد موعد العوده ان شاء الله تعالى للقاهره حسب ما انجزها الكابتن سمير عدلي هيكون باذن الله يوم الاثنين الساعه 4:30 العصر يعني المباراه يوم الاحد في سوسه 7:30 مساء بتوقيت القاهره ثم العوده في اليوم التالي 4:30 عصرا ان شاء الله. ارجع اقول لك ان سفر مسؤول رفيع المستوى بقدر رئيس النادي الاهلي اللي مثل هذه المهام في مثل هذه الظروف في مثل هذه البعثات التي لها حساسيات وليها اهميه الاهلي يخرج من الترجي الى النجم في نفس الظروف في نفس المناخ في نفس التحديات في نفس المستوى واذا كسب او قدر يحقق نتيجه طيبه في الماتشين هيلعب النهائي. طوقين جدا جدا ان احنا نروح بطوله العالم للانديه ان شاء الله ونخش تاني في المنافسه على استعاده لقب فقدناه وتقدم ان شاء الله ملك وكتابه من دبي بقى المره ربنا يديك يعني العمر والغدير يا رب. واعتقد هو ده المعنى ان احنا كلنا نشتغل لاخر لحظه لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. سفر رئيس النادي امر محمود جدا وهو عندما يسافر محمود فهذا امر محمود وده هي دي مسؤوليه المسؤولين ايضا يتوارثوها من جيل لجيل. كابتن صالح راح كوتوكو صحيح وشاف الموت قال لي حكى لي ما كانش لسه رئيس النادي الاهلي بس الكابتن صالح هو في اي مكان زي الكابتن تيتشو في اي موقع هو اما يروح يبقى هو الليله الكبيره النهارده كان رئيس النادي اما راح كوتوكو في الثمانينات كان رئيس النادي راح هو رئيس النادي راس البعثه دي 82 وشاف الموت وشاف الناس بعد لكن حكى لي القصه دي نحكيها بعدين. كابتن حسن حمدي استمر على هذا التقليد. النهارده المهندس محمود طاهر كابتن حسن ده احنا عشنا في جروه ثلاث اربع مرات فده حاجه كويسه 2008 كانت صعوبه جروه وبعدين رادس يعني انا اقول ان دي هو ده النادي الاهلي انك تتوارث اسباب التفوق والرياده والاستمراريه والدعم الكبير والمسؤوليه لان في انت عارف البطولات دي ممكن يحصل تصرف واحد ينقذ بيه سمعه وينقذ بيه بعثه طبعا تصرف واحد صغير صحيح واخد بالك من جمهور من لعيب من اعلام ممكن يحصل رد فعل تحتاج تتواصل على اعلى مستوى في الدوله لما يبقى رئيس نادي بيكلم وزير شباب ولا بيتكلم سفير ولا بيتكلم مسؤول كبير لا هو صاحب القرار ده مجلس اداره النادي الاهلي كله فاصبح رئاسه مثل هذه البعثات في الادوار دي مهم جدا 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 صحيح. ك
كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان قام بمهام رئيس البعثة في بعد عودة المهندس محمود طاهر للقاهرة، والكابتن سيد مدير الكرة بينفي كل ما تردد في الأيام الأخيرة. امبارح يمكن المواقع كلها راجت عليها شائعة، الحق ده في خناقات في معسكر الأهلي، ده كابتن حسام البدر اتخانق مع صالح جمعة، ده صالح جمعة اتخانق مع حسام عاشور علشان دخل عليه داشنج في التمرين شوية وأصابه. كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريح صريح وواضح بيأكد انه ده ما حصلش على الاطلاق، اصابة حسام عاشور وصالح جمعة في التمرين كان مجرد التحام بسيط جدا، لكن لم يتطرق الامر باي حال من الاحوال. يعني الحادثة صحيحة لكن الواقعة صحيحة بس التداعيات مش صحيحة. مش صحيحة خالص، وانا فيها كابتن سيد جملة وتفصيلا، والنهاردة ان شاء الله في خلال الحلقة هنكون على اتصال مع البعثة في سوسة عشان نقدر نقول لحضراتكم ايه حقيقة الامر، واذا كان له فعلا ظلال من اي واقع ولا هي مجرد اخبار او شائعات. بص يا استاذ ابراهيم، الموضوع ده هيكون لنا فيه عودة. مش الموضوع ده بتفاصيل الموضوع ده. ايوه. انما الفكرة في التعامل مع مثل هذه الامور في النادي الاهلي. وهي ما زالت ازدواجية المعايير، وما زالت بندي فرص للذين يعبثون في فريق النادي الاهلي. كويس؟ هنتكلم بالتفاصيل وهيبقى لنا كلام عن الواقعة وتداعياتها بس لما نعدي ماتش النجم الساحلي باذن الله. ادارة نادي النجم الساحلي وفرت مدرج خاص بجمهور الاهلي، في جمهور مسافر من القاهرة وفي جماهير ربما تكون موجودة في تونس حتى لو من اندية اخرى وهتأزر الاهلي، هتلاقوا المسألة في مدرج خاص للجماهير المصرية. والمهندس سمير عدلي قال انه عمل جلسة مع سفيان الوردي، ده المنسق العام لفريق النجم الساحلي اللي زار بعثة فريق الاهلي في برج الاقامة النهاردة، وطلب اجراءات كاملة جدا لتوفير وتأمين هذا المدرج الخاص بجماهير النادي الاهلي. يوم السبت ان شاء الله 24 ساعة يعني قبل المباراة هيكون الاجتماع الفني الخاص باللقاء. وبالمناسبة لعل من المفارقة الغريبة، الأربع فرق اللي تأهلوا للمربع الذهبي كلهم من ذوي الفانيلا الحمراء. الفانيلا الحمراء وحدها في قبل النهائي. الفريق الجزائري بيلبس فانيلا حمراء. اتحاد العاصمة الجزائري زيه المفضل أو الرسمي الفانيلا الحمراء. الوداد البيضاوي المغربي بالفانيلا الحمراء، النجم الساحلي بالفانيلا الحمراء، وطبعا الاهلي بفانيلاته الحمراء بس التاريخيه. قد لا يلعب الاهلي دايما وابدا الحمراء. الضيف هيغير وصاحب الارض هيحتفظ بلونه الاحمر. الاهلي حدد يوم 22 اكتوبر زي ما قلت لحضراتكم موعدا لمباراه العوده اللي هتكون باذن الله في استاد الجيش ببرج العرب، وبيطالب الاهلي ب 60,000 متفرج لحضور هذه المباراة. واللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أكد على أنه النادي أرسل خطاب إلى الجهات الأمنية يطلب فيها زيادة العدد المسموح بحضوره في مباراة العودة 22 أكتوبر إلى 60,000 مشجع. بإذن الله يتم الموافقة على هذه الزيادة عشان تكون، يعني أنت بتتكلم في 22 أكتوبر، أنت 8 أكتوبر قبلها يعني ب 15 يوم هيكون مباراة المنتخب مع الكونغو. إن شاء الله نكون كسبنا، وبإذن الله قبلها بيوم غانا تتمكن من التعادل أو الفوز على أوغندا في كامبالا عشان 8 أكتوبر. ارسم لي بقى الصور الوردية بتاعتك دي. هيحصل يا حول الله يا رب. بإذن الله تعالى 8 أكتوبر هنروح كأس العالم. إيه رأيكم بقى إن شاء الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله، قلت لك إن شاء الله. طبعا تم الإنهاء روسيا الدلوقتي. روسيا حلوة في روسيا دلوقتي روسيا حلوة. لا أقول لك الروح تقول لي لا. لا بقول لك روسيا حلوة. ما أنا طيب، تم إنهاء أزمة التجنيد الخاصة ببعض لاعبي الأهلي. أنتوا عارفين لما البعثة سافرت الأول سافروا بتصريح تجنيد واحد على أساس إن هي سفرية واحدة أو مهمة واحدة لبعض الأيام والعودة. لما تأهل الأهلي والحمد لله وتأكد أنه هيلعب النجم الساحلي وأيضا في تونس، البعثة استمرت، فالأمر احتاج من الناحية الإدارية أو العسكرية الحصول على تمديد لتصريحات التجنيد لبعض اللاعبين. المهندس سمير عدلي في زيارته القصيرة للقاهرة أنجز هذه المهمة وعاود السفر من جديد.
تحديد عدد جماهير النجم الساحلي في مباراة الأهلي، طبعا كلنا في الهم عرب، نفس المشاكل اللي احنا بتواجهها الكرة المصرية في تنظيم دخول الجماهير تقريبا نفس المشكلة موجودة في تونس، فبالتالي السلطات الأمنية في تونس بتوافق للنجم الساحلي على 15,000 تذكرة فقط للجماهير. هو الملعب بيساعد ايه؟ أكتر من كده؟ لا أكتر من كده، بس أكتر من كده مش بكتير يعني، لكن هي نفس الظروف الأمنية ونفس الضوابط. نتمنى إن شاء الله إنه المباراة اللي هناك والمباراة اللي هنا وكل مبارياتنا العربية تخرج بسلام إن شاء الله. في تفاؤل في بعثة الأهلي، تفاؤل كبير. أنت عارف عانينا كتير قوي من التحكيم، سواء من الحكم السنغالي في مباراة برج العرب مع الترجي أو في مباراة رادس في تحت قيادة الحكم الكاميروني، لكن تعيين الاتحاد الأفريقي لطاقم حكام جابوني بقيادة أوتوجو أشاع شيئا من التفاؤل داخل بعثة الأهلي. تفاؤل بإيه؟ بحياد الحكم؟ سمعته طيبة، يمكن كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ إنه طب عليا أنا حافظ عليا في هذه المباراة بالظبط، ما كل هو ده الاختبار، كل سمعة ولي اختبار. المهم انقل 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 أوتوجو الحكم انقل بقى انقل بقى عشان خاطري، مش عايز تقف عنه، هنقول كلام تاني بعد الماتش هفكرك. طيب خلاص سيبنا الحكم رهن الاختبار. اقول لك كمان ماتش حكم جنوب افريقيا مباراه العوده، انقل ولا استنى؟ انقل برضو، انا شوف تحكيم لحد ما اشوف الصفاره ماشيه ازاي. اصل الحكم مش بيصفر، اللي بيصفر الاداره بالزعق. طيب على ذكر بقى جنوب افريقيا وطاقم الحكام اللي المهندس عدلي مش عايز نقول حتى اسمه، لا لا لا، لغايه لانه يمكن بطرس ماتافيلا كان من جنوب افريقيا، انا عارف. وكان في راجل قصير كده قابلته في المطار، كان جاي يحكم في مصر، وقالوا ده حته حكم، وكان شخص قابلته في المطار في امستردام، كان عامل ترانزيت وانا كنت رايح اجيب بالصدفه اسمه ايه ده فلافيو، فاتقابلنا في المطار. وانت كل تحركاتك راح تجيب حسافر ليه؟ واخد بالك؟ فاتقابلنا في المطار. طب بس فكرني اقول لك حاجه بعد دي. فبقول له جود لك وانت سمعتك جامده، جه عمل ماتش زي البتاع ده، فانا سيبك من الكلام ده. بصوا بقى، بمناسبه المهام الخاصه للمهندس عدلي، قبل ما نبدا الحلقه بلحظات قليله يمكن استمتعت بالكابتن محمد فاروق، وكان معاه الدكتور عمرو ابو المجد. الدكتور عمرو ابو المجد مدير قطاع الناشئين في النادي، واحد من خبراء تدريب الناشئين في مصر لسنوات طويله. من الفرق العجيبه وهو بيسلم علينا الدكتور عمرو ومعاه الكابتن محمد فاروق، الدكتور عمرو يتذكر ازاي جاب محمد فاروق للمهندس عدلي وعند فاروق 13 سنه. فحكى الدكتور عمرو ابو المجد، قال انا عرفت انه نادي اسكو احد الانديه الصغيره في القاهره عنده مهاجم صغير عنده 13 سنه، ولد موهوب جدا وفي الجامب عالي جدا وضربات الراس بتوجيه، يعني قال مواصفات فيرويد. فبيقول انا ما صدقت، شفت المهندس عدلي لقيته متكي كده مسنود على السور بتاع الملعب، فقال له ليك عندي. كان 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 في ماتش بنتفرج عليه، افتكرت انا غادي. فجه مجرد ما شاف المهندس عدلي قال لك بس فرصه ان احنا نخلص الموضوع ده، في ولد في اسكو عنده 13 سنه مواصفاته وما تقلبش ورايا. طبعا دخل المهندس عدلي سمع منه كلام كتير، عملت ايه؟ سالت بقى لا هو طبعا احنا كنا بنتابع كمان المباراه، هو زي مختار كان برضو كابتن عوضين وانا قاعد جنبه، مختار حاجه كده ماشي على الفاروق الاول عشان بس ما يعملش علينا نجم اعلام بقى، قول لي انت جبته بكام؟ لا هو فاروق كان عنده تحت 14، وكان الاهلي مستكتر كلمه 13,000 جنيه، 13,000 جنيه. فقلت لهم فعيل عنده 13 سنه، فانا كنت بالصدفه كمان لما دخلت كانوا بيتكلموا طلع شيك ب 13,000، قلت له يا عباس ما طلع شيك دلوقتي، عباس ريد الله يرحمه، قلت له طلع شيك دلوقتي بس اسمع كلامي، الولد ده فجوره، انما القصه دي ماشي. وجه فاروق وخدوا ال 13. القصه الاجمل منها خاصه بهذا الموضوع ان بعد سنه انا قاعد في مكتبي، دخل عليا
الكابتن صلاح زكي كان هو المشرف على الكوره في اسكو او مدير الله يرحمه هو لاعب البلاستيك واشتغل في لاعب فاحنا قاعدين كان في مشكله كده او في حاجه بنحلها يعني. فقال لي على فكره بضحك كده، لا احنا لينا عنده 5000 جنيه. قلت له ايه بمناسبه ايه؟ فقال لي اصل احنا يعني قالوا لنا 18000 جنيه في محمد فاروق وبعدين بعتوا لنا شيك ب 13. قلت له انا اول مره اسمع 18 دي، انا كنت بالصدفه موجود حتى في الحسابات. قلت لهم طلعوا شيك فورا. فقال لي لا 18. قلت له مين اللي قال لك على 18 دي؟ قال لي الكابتن مصطفى يونس. قلت له طب ثانيه واحده، كان مدرب الفرقه وقتها الناشئين. قلت له طيب. رحت طالب الكابتن صالح، رد عليا الكابتن صالح، قلت له انا عندي الكابتن صلاح زكي، سلم عليك يا كابتن. وبعدين بيحكي لي القصه كده، بيقول ان احنا وعدناهم ب 18000 جنيه وبعتنا لهم شيك ب 13. قال لي مين اللي وعدهم؟ قلت له بيقول لي الكابتن مصطفى يونس. قال لي اتصل بالكابتن مصطفى يونس، وبعدين اذا كان يأيد الكلام والكلام ده مظبوط خليهم يطلعوا لي شيك بخمس. ده بعد ما جه ولعب بسنه والراجل مش جاي ياخد ال 5000 جنيه. قال لي لا ما دام الكابتن مصطفى يونس، لا كابتن مصطفى يونس كان يتحدث باسم الاهلي. اذا كان حد فاصل بعد كده طلع ال 5000 جنيه بس اسال مصطفى يونس ونشوف مين ونتحاسب مع بعض اللي اتشطر بعد الاتفاق. طلعت له 5000 جنيه هو قاعد، قال لي يا جدع انا مش جاي اخدهم، ما بقاش مصدق. نادي اسكو اصرفوا كده، نادي اسكو استلم الشيك واحنا قاعدين. قال لي اسمع بقى، انا زملكاوي وابن امير زملكاوي، انا عايز ابني يلعب في النادي الاهلي. والله امير صلاح زكي. امير صلاح زكي ولعب بعد كده، مش واعتقد انه بطل في نادي طنطا بعد كده. لعب في الزمالك شويه ولعب. كان لاعب موهوب، فهو كان عايز يجيبه النادي الاهلي فعلا يعني. يعني محمد فاروق في الاخر كان ب 13 والكابتن كملهم بناء على وعد الكابتن مصطفى يونس. تحقق منه فقال لي ادلهم الفرق بعديها بسنه. هو في ايه بقى اللي كلمني عن النادي الاهلي؟ طب ما طبعا كابتن صلاح زكي شاف حاجه ما شافهاش قبل كده. طبعا مش يديله مثلا امضه مضروبه يقعد يدوخ في الشيك سنتين. لا ده بيديله حق التزم بيه مدرب. مدرب باسم النادي الاهلي، هو ما كانش في مرحله التفاوض. قال له خلاص اتفقنا على 18000 فوق الشيك ب 13000. كابتن اكد هذه المعلومه الكابتن مصطفى، فقال لي قلت له هنصرف له 5. الكابتن صالح قال كده، قلت الكابتن مصطفى ساعتها كابتن صالح امر بصرف الفارق. قال لي الحقيقه احنا يعني كنا اتفقنا على 18. بمناسبه بقى اللعيبه الجداد، اللاعب الجنوب افريقي باكا لاعب النادي الاهلي تم اختياره لمنتخب الاولاد، منتخب بافانا بافانا او منتخب جنوب افريقيا، وقع اختياره على لاعب الاهلي الجديد باكا مالاليمبي، ولا اسمه ايه؟ مهاليمبي. باكا مهاليمبي خلاص بقى، بقول لك لا خليها مشاليمبي. طب خليها بشاميلا. يعني باكا وخلاص. وهو باكا وبيلعب في ريموت، حاجه غريبه برضه. تم اختياره لمنتخب جنوب افريقيا، وكابتن سيد عبد الحفيظ وافق له على السفر علشان يشارك مع يعني خرج من تدريب الاهلي قبل ان يلعب مباراه واحده الى منتخب الاول. هو كان منتخب اولمبي وهيرجع يوم 11 اكتوبر يواصل مسيرته مع الاهلي. انتوا عارفين انه باكا مش مقيد في القائمه الافريقيه، لكنه باذن الله يرجع 11 اكتوبر عشان يستأنف نشاطه المحلي مع الاهلي. مع ذكر المنتخبات وتوقف البطوله، انتوا عارفين انه معسكر منتخب مصر مستر هيكتور كوبر اختار 25 لاعب لهذا المعسكر التاريخي، وما زلت المهندس عدى هيقول لي ما تقاطعش، اقول له ان شاء الله تعالى هيبقى معسكر تاريخي، وان شاء الله 8 اكتوبر مصر كلها باذن الله هتفرح، تحصل يوم 7 نفرح يوم 8 ان شاء الله. كوبر اختار 25 لاعب لاول مره في تاريخ منتخب مصر، يزيد عدد المحترفين في الخارج عن محترف الداخل. يعني 15 لاعب من المحترفين بالخارج مقابل 10 لاعبين من المحترفين في الداخل. المحترفين في الداخل العشرة، 7 منهم أهلي و3 زمالك. أعلى تمثيل لنادي داخل هذه الاختيارات أو في هذه القائمة هي للنادي الأهلي، لأنه عنده 10 لاعبين أو 7 لاعبين من هنا، ضيف عليهم أبناء الأهلي من المحترفين. يعني معظم اللعيبة المحترفين جزء منهم ليس بالقليل ايضا من ابناء ولاعبي النادي الاهلي السابقين.
كوبر المنتخب هيدخل في المعسكر ابتداء من يوم 2 اكتوبر، ويتوالى وصول بدايه وصول المحترفين في الخارج ان شاء الله هيكون بعد بكره السبت. لكن تصريح ان كوبر استاء شويه او زعل من بقاء بعثه الاهلي في تونس. الراجل باصص لها حسب الخبر، يعني اذا كان ده صحيح، انه باصص انه الفتره طولت قوي، خايف على اللعيبه من الزهق من الملل، انه طول فتره بقاء الفريق في تونس هيعودوا ثم يدخلوا مباشره لمعسكر المنتخب الوطني. يعني هو الوطني عايزهم يسافروا ويرجعوا ويسافروا ويرجعوا، اريح عايزهم له هو بس. لا مش اريح طبعا. مؤكد ان ده من القرارات مين اللي قال انه مستحيل؟ طيبه جدا. انتقد القرار، لكن قربت. حتى اليوم السابع يعني بينتقد الانتقاد، بيقول لك بغرابه شديده. طيب، حسن مواندا لاعب منتخب اوغندا، اوغندا بقت في الصوره دلوقتي، اوغندا وغانا في كامبالا عاصمه اوغندا يوم 7 اكتوبر. اوغندا لا استناني بس، الخبر ده ما عدش علينا والنبي يا ابراهيم. اذا كان هذا لا طبعا ده تلكيك بدري وعذر بيتحط في الجيب. ايوه، ان بقاء لاعبي النادي الاهلي اشعرهم بالملل ففقدوا التركيز، فاذا حصل حاجه عشان قعدوا في تونس يشيلها يلعب غيرها. انت اكسب لنا الكونغو، ما تفكرنيش تقول لي لعيبه الاهلي ما تلعبهمش في الماتش. هو انت بتتكلم، هو انا لا تركيزهم بيزيد لو سافروا وراحوا ووضبوا شنط وحلوا شنط وركبوا طياره ونزلوا وراحوا بيتهم وخدوا اجازه يوم وبعدين اتمرنوا يومين عشان يرجعوا تاني. ها ياخدوا تاشيرات خروج وياخدوا مش عارف ايه ويروحوا على الكنده بقى، ده كلام انهين بالعقل كده القرار الاصوب. حقيقي اليوم هو ينتقد ان اليوم زاد، ماشي هو ده. انا ممكن يقول لك يعني كان كفايه يلعب السبت، لكن طب الاهلي ذنبه ايه؟ مش الاهلي اللي اختار، الاهلي لما اختار قرار كان هيلعب السبت. منطقي جدا انه ما يسافرش يوم الاثنين ويقعد ثلاث واربع عشان يسافر الخميس عشان يلعب السبت، عشان يلعب السبت. منطقي طبعا. مستر كوبر يعني اذا كان قلشت شويه مستر كوبر، اذا كان قال كده، لان هو حد بيسال كوبر ما بيسالوا اللي حواليه. ايوه، والنبي اللي حواليه دول متطوعين بالحب كله. انت جاي رايق بقى. لا اصل الواحد يعني يقعد يفكر في حاجه كده، اشمعنى كوبر بدل ما تقول بالتوفيق للاعبين الدوليين عشان يجوا في معنويات حلوه تقول لي انتقد شعور؟ لا يا سيدي، مش هيحسوا بالملل، محدش بيمل مع النادي الاهلي. ديجو ارماندو مارادونا اسطوره الكره الارجنتينيه بيتوقع تاهل منتخب مصر لكاس العالم، وبيقول الراجل في تغريده له اولا بيهني منتخب مصر على عروضه ونتائجه الفتره اللي فاتت، وبيرى انه منتخب مصر الاقرب في افريقيا من هذه المجموعه للتاهل. ده راي مارادونا، لكن راي حسن مواندا لاعب منتخب اوغندا والمحترف في طلائع الجيش عن فرص منتخب بلاده مقارنه بفرص منتخب مصر 7 و8 اكتوبر نشوفه في دي ام سي. التعليمات الفنيه اللي كنتوا واخدينها علشان تمنعوا وصول الكره لمحمد صلاح وبالتالي تقتلوا خطوره منتخب مصر؟ دائما محمد صلاح يتميز بالسرعه وبالذكاء في الملعب. بالنسبه لنا نحن لا ننظر الى محمد صلاح فقط، ولكن ننظر ونركز على لاعب الوسط الحجازي عبد الله سعيد، لاعب خط الوسط في الاهلي عبد الله سعيد. المدرب قال لنا بان عبد الله سعيد هو الذي يمرر الكره لمحمد صلاح، بالتالي كنا نركز على التمريرات القاتلة أو التمريرات الجيدة الأمامية التي يمررها عبد الله السعيد محمد صلاح حتى في أوغندا كان تهديدا كبيرا، وبالتالي كنا نركز ليس على محمد صلاح ولكن على خط الوسط عبد الله السعيد يمرر له الكرة عبد الله السعيد.
نعم، ومحمد صلاح عرف بأننا إذا حصرنا ومنعناه من الركوب بالكرة وأن يحصل على الكرة فذلك يقلص من خطورة المنتخب المصري، وهذا ما فعلناه في أوغندا، حافظنا على عدم تقدم محمد صلاح، ولكن المشكلة الأساسية كانت عبدالله السعيد في خط الوسط. حسن مواندا، حسن مواندا بيتكلم من ضمن كلامه ان هو كان مكلفا بالقضاء على خطوره عبد الله السعيد، كانوا معنيين ان لو قضينا على خطوره عبد الله السعيد من ثم سيقضى على خطوره خط الهجوم بما فيها محمد صلاح. وكل حسن مواندا بهذا بهذه المهمه. وانا هنا بيحضرني يعني رابطه، لو لم يكن مباراة طلائع الجيش الأولى مع الأهلي كان حياتي بحسن مواندا، لأن كابتن أحمد سامي قال، وده ذكاء، أنا مش بنتقد القرار، قال أنا جبت محمد حسن مواندا من الماتشات لما شفته وهو مكلف برقابة عبد الله السعيد، وأنا عندي الأهلي أول ماتش فجاي يكرر نفس المهمة بنفس المسؤوليات، واستطاع ان هو يسبب مضايقات لعبد الله السعيد. لكن طبعا اللي ما كانش في حسبان الاهلي، بلاش حسبان كابتن احمد سامي، ان يبقى له خمس قرارات عكسيه منهم اربعه ما كانش ليه علاقه بحسن مواندا خالص، ملاش دعوه يعني. النهارده حسن مواندا خرج كبديل. يعني في بدايه الشوط الثاني استبدل، انا كنت بتفرج على الماتش لان ادهشتني النتيجه. يعني هو الشوط الثاني ابتدى بنشاط شويه من طلاع جيش وضيع فرصه او اثنين، لكن من اول هجمه في الشوط الثاني جون حلو قوي للبوركيني بانسيه. هو طويل كده وجاب جون بالهيد. فطبعا سايبهم 3-0، عرفنا هنا انهم 4-0 المصري على طلاع جيش. وكان اتغير حسن مواندا. هل تظل قدرات الكابتن حسن مواندا مرتبطه بالقضاء على خطوره منافس، ولا هيبقى له دور في اللعب الجماعي؟ هو حسن مواندا جدا يعني. يعني ارجو الله يوفق بقى. سموحه متقدم 1-0 دلوقتي على وادي دجله. ده ماتشات ديربي بينهم الاثنين دول، حاجه غريبه. هم والمقاصه الثلاثي ده مع بعضه. مقاس قريب. حسن مواندا مش عايزه، انا عايزه يوفق مع طلع جيش مؤكد، لكن مش عايزه يوفق مع الكونغو مؤكد جدا. مع اوغندا مع اوغندا اسف ضد غانا، مش عايز يبقى موفق ابدا ضد غانا ضدنا لحد ما نتاهل وبعدين نتمنى له التوفيق. طيب جون انطوي بقى لاعب الاهلي اللي راح المقصه، دلوقتي تم استدعائه لمنتخب غانا. كويس، شيء جميل. انطوي لعيب كويس، بس هو يعني نرجع تاني لاسلوب لعب الاهلي، هل كان يناسبه ولا ما كانش يناسبه؟ بس دي نقطة مهمة. ممكن انت لما تبقى النجم الاوحد او نجم الهجوم الذي يعني يعتمد عليك، وانت اجدت ام لم تجد توجد عندك مساحات، الاهلي ما فيش حد بيديله المساحات دي. فاعتقد انه ربنا وفقه. المهمة مختلفة والطريقة مختلفة والاهداف مختلفة. لعيب كويس، انا في رايي لعيب كويس. طيب، من الانتقادات الكتيرة اللي بتوجه للدوري المصري مسألة المنشطات، وكل ما حد يشوف فرقة فايقة بدنيا شوية يبدأ الكلام بالتلسين، لا ده فيها إنا، خاصة إنه كان بعض المدربين اتكلموا بصوت عالي شوية إنه ده دوري الترامادول فيه للركب. فعلا اتقالت كده، إنه كمية تعاطي المنشطات في الدوري المصري قيل إنها كتيرة وقيل إن معظمها الترامادول. فضلنا نتكلم كتير قوي ونحلم بلحظة تملك فيها مصر معمل لتحليل المنشطات، على الأقل بالإضافة إلى عملية توفير التكاليف الكتيرة اللي بتتحملها مصر نتيجة إرسال عينات للتحليل في الخارج، لكن وجود معمل في حد ذاته أعتقد أسلوب ردع كافي لأي لاعب أو أي رياضي ممكن يتهور شوية ويتعاطى منشطات، لأنه هيبقى عارف أنه في أي لحظة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ممكن تطب عليه وتحلل فجأة. وجود معمل في مصر يسهل مهمة التحليل ويسهل مهمة المكافحة يا باشمهندس.
خطوة انتظرناها كتير جدا. أنا الأوان لأن ينضبط الدوري وكل واحد ياخد حقه، لأن مفيش يعني خروج عن الروح الرياضية غير أنك أنت تستعين بوسائل عشان تتفوق على المنافس بتاعك، وسائل غير مشروعة. هو نوع من الغش الواضح الذي يضرك قبل أن يضر المنافس. صحيح. من الأخبار المهمة جدا اللي أسعدت الناس ومثلت بشرة خير بجد، أنه المعمل المصري لمكافحة المنشطات استقبل بالفعل عينات دم من الخارج عشان يبدأ في تحليلها. هل دي فعلا خطوة بتنبئ بأنه خلاص بدأنا ندخل مجال أو حيز التحليل المباشر للكشف عن المنشطات؟ بدأ تفعيل المعمل المصري، هيمشي ازاي في الخطوة اللي جاية؟ هل كافي وكفيل بتطهير الكرة المصرية على وجه الخصوص من الترامادول وكل البلاوي اللي في الدوري المصري ولا لا؟ دعونا نرحب بالدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. دكتور أسامة أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين لقناة الأهلي. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أنا برحب بحضرتك وبشكر حضرتك وبشكر المهندس عادل القيعي، والحقيقة يعني طبعا أنا مش أول مرة أكون ضيف على قناة الأهلي، وأنا بيشرفني إن أنا أكون ضيف لقناة الأهلي. أهلا بك يا دكتور. قل لي بالفعل المعمل المصري استقبل أولى العينات؟ أولا هو حلم وبدأ يتحول من حلم إلى حقيقة. امبارح الساعة 10 لثلث صباحا استقبلنا أول عينة دم جاية من سويسرا، واللي هي دي كان يعني عايز اقول لحضرتك تحدي كبير جدا لمصر في ارسال عينه دم من الخارج الى مصر لاسباب كثيره جدا. المعروف ان اي شحنه بتيجي من الخارج بتبقى في قريه البضائع مش اقل من 4 أو 5 أو 6 أيام، لكن لابد ان عينه الدم لا تمكث اكثر من 12 ساعه داخل قريه البضائع والا تفسد. كويس، يبقى ده اختبار للاجراءات اللي عندنا. بالظبط كده. فكان لابد ان هو اول حاجه يختبر يعني الوكالة الدولية تختبر النهاردة الوسائل والطرق اللي موجودة في مصر، هل هي هتسمح بدخول العينة ولا تمكث في قرية البضائع أكثر من 12 ساعة؟ هنا كان التحدي الكبير اللي كان المفروض إن احنا هنواجهه، والحقيقة بمساندة قوية جدا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبصدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء إن العينة لا تمكث أكثر من 12 ساعة. العينة الحقيقة دخلت قرية البضائع وأخذت 5 ساعات و13 دقيقة بالضبط، لأن احنا كنا عاملين تراكينج للشحنة من أول ما طلعت من سويسرا لغاية ما دخلت مصر دقيقة بدقيقة. يعني ده رقم حضرتك يعتبر محترم جدا يعني. قياسي. واخد بال حضرتك؟ هو بيبعت لك الشحنة دي لحاجتين، الحاجة الأولانية إن هو يقيس بيها عملية الصعوبات الجمركية اللي موجودة داخل الدولة، الحاجة الثانية إن يتم تحليلها وإثبات إيه هي المواد اللي موجودة فيها عشان يختبر بيها المعمل المصري. أول مرحلة عدينا فيها بامتياز حقيقة اللي هي الـ5 ساعات و13 دقيقة، وتم تسليم الشحنة امبارح الساعة 11 لثلث في المعمل المصري الدولي اللي هو كائن في المركز العالمي في طريق العاشر من رمضان أو طريق إسماعيلية. ودي كانت الحقيقة انتصار للحكومة المصرية والإرادة المصرية إن العينة ما تتأخرش بهذا الشكل، ودي نجحنا فيها. إحنا دلوقتي في انتظار التحليل وإرسال نتيجة التحليل إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وعليها إحنا بنستقبل عينة تانية يوم 23 أكتوبر إن شاء الله. بناء على هذا الكلام بيجي وفد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عشان تتابع المعمل وتشوف الأجهزة الموجودة فيه. والحقيقة لازم نعرف إن المعمل على أعلى وأحدث مستوى بالنسبة للمعامل الدولية اللي موجودة في العالم. المعمل أنشأه الجيش يا دكتور؟ المعمل أنشأته وزارة الدفاع أو القوات المسلحة، ودخل أول بداية خطوات الاعتماد في شهر نوفمبر 2013. أنا كنت وقتها عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وكان عندنا اجتماع في جوهانسبرغ، وأعلنا فيها دخول المعمل في بداية خطوات الاعتماد. خطوات الاعتماد الحقيقه هي طويله شويه ومعقده شويه. اجتزنا المرحلتين الاولانيين، احنا دلوقتي في المرحله الاخيره اللي بتبدا باستقبال عينات الدم، وبالتالي هيبدا المعمل بعد العينتين اللي هم هيجوا اللي جات المره دي واللي جاي يوم 23 اكتوبر، من حقه ان هو يستقبل بقى بعد كده عينات دم سواء من عندنا احنا
من المنظمه المصريه لكره المنشطات او اي دوله اخرى في العالم. بعدها يبدا يستقبل عينات البول، يستقبل 20 في 20 في 10 عينات على ثلاث مرات. اذا اثبت فيها جداره مباشره بيبدا ياخد الاعتماد الدولي ويتفتح لاي دوله في العالم انها تبعت عينات بول او عينات دم. يا دكتور نقدر نعتبر ان دي بروفا وتدريب في نفس الوقت؟ لا، تدريب ساعتنا الحقيقه مدربين على اعلى مستوى، هم بيسافروا برشلونه يتدربوا في معمل برشلونه الدولي في اسبانيا، او الرجاله بتوع معمل برشلونه بيجوا هنا يدربوا اخواننا الموجودين. لا نقصد تدريب على الاجراءات، يعني انت حضرتك ذكرت ان 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 الشحنه خدت 5 ساعات 13 دقيقه، يعني انت ماسك ستوب ووتش كمان. يعني حضرتك انا متابع بالدقيقه والثانيه من وقت ما خرجت في سويسرا بالساعه 13 58 دقيقه يوم 25 سبتمبر لغايه ما اتسلمت الساعه 10 39 دقيقه يوم 7. انا ليه بسال السؤال ده يا دكتور؟ ايوه، لان ربما نعتبر هذا الامر فيه تحدي فاحنا مركزين قوي، لكن اذا كان هذا الامر تم تدريب طبيعي طاقم معين او جهه معينه في الجمارك وانها تتعامل، هيبقى ده امر متكرر، يعني المفروض بعد كده ما تاخدش اكتر من 6 ساعات كده. وخد بال حضرتك عشان تصل الى مرحله الخمس ساعات و13 دقيقه، كم الاتفاقات والجوابات والقرارات الوزاريه والقرارات رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء علشان تدينا ال 12 ساعه، الحقيقه اخذنا فيها مش اقل من يمكن من 4 أو 5 شهور لغايه ما نجحنا في انه يبقى في قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي قرار من السيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز في ان لابد من تسهيل دخول وخروج عينات الدم. لان خد بال حضرتك احنا هنبدا ناخد عينات دم وهنبعتها اسبانيا للتحليل، لان احنا بنعمل حاجه دلوقتي اسمها جواز السفر البيولوجي للرياضيين المصريين، وده بيعتمد على جزئين، جزء دم جزء بول. جزء الدم لازم هنبدا فيه فورا، واحنا ما كناش اخذنا عينات دم في مصر لحد دلوقتي. اول عينه دم هتتاخد في خلال اسبوع من النهارده ان شاء الله وهتتبعت بره، ودي برضه هتبقى تحدي للجمارك المصريه ولشركات الشحن اللي احنا بنتعامل معاها. مش بس استقبال، ده انت كمان بتخرج. وارسال قرار طالع كده تسهيل دخول وخروج عينات الدم عبر المنافس والجمارك المصريه. عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الشغل دلوقتي في مجال المنشطات بقى شغل فيه نوع من التعقيدات كتيره جدا، انما الحقيقه ان احنا الحمد لله احنا ماشيين بخطى سليمه 100%، ماشيين بشكل كويس قوي، لدرجه احنا النهارده اصبحنا الدوله رقم 13 في 13 دوله اسمهم القمه على العالم، احنا احداها، واحنا الدوله العربيه الافريقيه الشرق اوسطيه الوحيده في وسط مجموعه تضم امريكا وكندا واليابان. يعني كنا سمعنا ان تونس بتعمل حاجه وعملت حاجه. كانت عندها معمل الحقيقه، ولكن للاسف تم شطبه سنه 2011 للظروف اللي مرت بيها تونس، لاسباب ان الاجهزه اللي كانت فيه بقت اجهزه قديمه وكان لابد من تحديثها، فالوكاله الدوليه عطتهم 6 شهور ايقاف لتحديث الاجهزه، ما حصلش ان هم حدثوا اجهزتهم، عطولهم 6 شهور ثانيه وفي نهايتها تم شطب المعمل. نفس الكلام من هنا بقى تاتي اهميه ان مصر تعمل المعمل بتاعها، لان ده هيخليني اسال سؤالين يا دكتور. طبعا. مؤكد ان هيبقى له تاثير هايل جدا على الناحيه الفنيه عندنا في مصر، وهيقلل مخاطر تعرض لاعبينا الى الاقصاء او شطب النتائج او المعاناه في هذا الامر. ده من الناحيه الفنيه، ولكن انا بتكلم بقى، انا عارف ان تكلفه العينه الواحده بتبقى عاليه جدا، تحليل العينه جدا فوق حضرتك ما تتصور، فوق ما نتصور. اذا ده بياخدني بقى للسؤال، العينه الواحده تكلفتها ممكن تبقى كام يا دكتور؟ بتتكلف 7500 جنيه اذا ما كانش هيطلب فيها اضافات خاصه، لان بعض ساعات الاتحادات الدوليه او الوكاله الدوليه بتطلب مني اضافات خاصه بتصل الى مين الى كام بقى؟ بتصل الى حوالي 300 يورو. 300 يورو الاضافات، الاضافات بالاضافه الى 7500 يعني تخش لها ممكن في 15000 جنيه، تخش لها في حوالي 12 او 13000 جنيه. طيب. بالضبط كده العينه الواحده. ده لو حللنا بره، لما نحلل هنا. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا انت هتوفر عليا فلوس اليورو اللي انا بدفعها في المعمل الدولي في برشلونه، العينه بتوصل مصاريف الشحن ومصاريف الشحن، واحنا بندفع الشحن بالدولار، فالحكايه دي هتوفر بالنسبه لي انا، الشحن هيبقى كلام فارغ. وحتى لو كان المعمل المصري هياخد مننا مبلغ كبير شويه، مفيش مشكله لانه هيبقى بالجنيه المصري
واكيد هيبقى اقل كتير جدا من تكلفه التحليل اللي بتتم. هو احنا ليه بسال في هذا السؤال يا استاذ ابراهيم استاذنك؟ لان طبعا احنا الالعاب الجماعيه عايزينها وخصوصا كره القدم تخضع لهذا الكلام، لان كتر الكلام وترطرط قوي وبقى يعني الدنيا مبهوقه. فالتكلفه ارجو الا تمثل عائق ان يبقى عندنا تحليل في الالعاب الجماعيه. بالاضافه ايضا لابد ان هناك خطه تسويقيه علشان المعمل يجيب مصاريفه، هيستمر ازاي؟ فاحنا محتاجين نسوق على مستوى افريقيا والبحر الابيض، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ اسمح لي اطمن حضرتك بالنسبه للالعاب الجماعيه وخصوصا كره القدم. احنا كره القدم على فكره بناخد فيها عينات بصفه مستمره، ويمكن هو الاتحاد تقريبا الوحيد بعد الاسكواش اللي عيناته كلها سلبيه بشكل كبير جدا. ادي واحد. اثنين، احنا بناخد من القسم الاول وبناخد كمان من القسم الثاني، ودي اول مره تتم معانا السنه. ده كلام مهم وجديد. لا، خدنا السنه اللي فاتت القسم الثاني، والسنه دي ان شاء الله هنستمر القسم اول وقسم ثاني. والحقيقه انا بشكر اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره عمل مساهمه في التكلفه اللي احنا بندفعها، وسدد لنا 900,000 جنيه عن النصف الاول من موسم 17 18. واخد بال حضرتك؟ وهيبدا يسدد 900 تانيين بعد في بدايه شهر يناير في القيد بالنسبه للنصف الثاني من 17 18. الحقيقه برضو يعني انا بقدر اقول ان نوايا تسد دي كتر خيرهم، واحنا مستمرين. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي في عينات بتتسحب في الكوره. واخد بال حضرتك؟ بيتم برضو بشكل عشوائي ولا اتحاد الكوره اللي بيحدد لك؟ لا يا فندم، مفيش حد يتدخل في عمل المنظمه. انت اللي بتقول الماتش الفلاني ده هاخد منه. بالظبط. الدوري في الموسم الجديد ده اخدته عينات؟ ايوه يا فندم، حاليا حضرتك بتتكلم دلوقتي وبيتم سحب عينات في الماتشات. في الماتشات اللي النهارده بتتلعب؟ لا، قبل كده. دلوقتي سموحه كسب وادي دجله النهارده، خلاص الماتش خلص. حضرتك عايز اقول لحضرتك ان عمليه سحب العينات بتتم طبقا لبرنامج احنا بنحطه. يعني مثلا على سبيل المثال اللي فات عملنا نوع من، مش عايز اقول هجوم، لكن عايز اقول ان احنا خدنا جميع الماتشات في اسبوع واحد. كانت حاجه ما حدش كان متوقعها. حلوه قوي دي. مداهمات كل الفرق. مداهمات بالظبط، كل الفرق في نفس التوقيت، كانت اسوان والفيوم ودار وفرق القمه اهم حاجه. طب اسمح لي يا دكتور، اسمح لي رغم الانطباعات اللي بتكون عند مدربين حتى مش بس الاعلاميين، انه لا، في واضح جدا في حالات تعاطي في الدوري، الا انه ما سمعناش على ثبوت ده من خلال التحليل اللي حضرتك بتقوله. عايز اقول لحضرتك حاجه، تعاطي المنشطات ما فيهوش اي حاجه اسمها تعاطي واللاعب يعدي العينه بتاعته سلبيه اطلاقا. لكن ممكن حضرتك بتتكلم في حاجه ثانيه، ودي المنتشره بين المدربين. الترامادول. الترامادول. ما تحطش في الجدول. دي المصيبه لوحدها بقى. الترامادول حتى هذه اللحظه غير مدرك في قائمه المحصورات. وعلى فكره احنا اتكلمنا مع الوكاله الدوليه من سنه، لان هو داخل حاجه اسمها قائمه تحت الرصد من سنه 14. عندي 14 15 16 17 وكل امل، لان القائمه احتمال كبير جدا تصدر بكره او بعده، ان هي يدرج فيها الترامادول. بس في اتجاه قوي ان هم يدرجوا الكافيين، ومش عارف اذا كان هيدرجوا الترامادول ولا لا. الكافيين يعني يا دكتور اللي يشرب فنجان قهوه تبان؟ لا 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 لا، مش كده. طبعا هو حضرتك بص، المهندس عادلي خاف لا تحلله لانه بيشرب قهوه. ما انا مشربش على فكره، انا طول عمري ما شربتش قهوه. انا بشرب قهوه دلوقتي قبل ما اجي البرنامج عشان اعرف اقعد معاك. كابتن عادلي، انا عايز اقول لحضرتك ان اللاعب لما بياخد 6 فناجيل قهوه قبل الاداء الرياضي بنحلل له، بنلاقي نصف تركيز الكافيين 12 نانو جرام. في الحاله دي 6 فناجيل. 6 فناجيل، ودي ما بتحصلش ان لاعب ياخد 6 فناجيل قهوه. صحيح. وبعدين كميه الكافيين، انا ما بخافش من موضوع القهوه والشاي، ولكن بخاف من المشروبات اللي بتحتوي على بعض الكافيين، واللي مش عايزين نقول اسمها عشان ما تبقاش اعلان. لا، المشروبات الغازيه. لا، مش الغازيه، مشروبات الطاقه اللي موجوده في الاهل. اوكي. لا، قول اسمها وحضر الناس هنا. لا، ما انت هتقولوا لي اعلان. هيبقى اعلان. ما انت بتقول بتحضر كل مشروبات الطاقه. اوكي يا دكتور، خلاص مشروبات الطاقه. طيب بالنسبه للترامادول، يعني اذا كان دوليا مش ما نزلش جدول الحظر، احنا هنا مصريا مع ظاهره مجتمعيه خطيره بهذا الحجم، مفيش ابدا فرصه انه معمل المنشطات يوصل اتحاد الكوره ويبدا يتعامل بيها بنوع من الحظر العقابي برضه؟
بص هقول لحضرتك حاجه. الترامادول النهارده مدرج جدول اول مخدرات، واللي يتقبض عليه معاه قرص واحد ترامادول مشكله. تمام تمام. تعالى بقى حضرتك النهارده لما يطلع مدير فني لاحدى الفرق الرياضيه ويقول انا عندي عدد من اللاعبين بياخدوا ترامادول اذا كان سين ولا شين ولا صاد، وانا مدير فني وعارف، ليه ما اقومش انا بعمليه تربويه لعقاب هؤلاء اللاعبين؟ طيب خليه هو ضميره نايم شويه. انت كمعمل ليه ما نقدرش واحنا بنحلل من يثبت؟ ما تقدرش انت تخالف القانون العام بتاع؟ لا طبعا هيجرب حاجه مش مجرمه. مش مجرمه. طب انا اقول لحضرتك حاجه، طب ما تيجي تسالني وتقول ما تبصيها لاتحاد الكوره وتقول لهم انتوا اعملوها، ده بيقفوا الناس على اي حاجه في لجنه المسابقات. يعني خليه يجي تقرير. هو بيحاول يا استاذ ابراهيم، قال لك بنحاول ندرجها في بيحاول يجرمها حتى لو تدرج في الجدول. لا مش هيقدر يعمل حاجه. لا مش هتدرج لسبب، يعني خير لغايه قبل اعلان النتيجه بتاعت القايمه الجديده، انا ما اعرفش اذا كان ادرج فيها ولا ما ادرجش. هو بيعتبره ان هو بين كيلر او قاتل الالم الجماعه اللي عندهم سرطان. صحيح. فانا حتى لما كنت بتكلم مع مدير عام الوكاله الدوليه في اجتماعنا اللي فات، فبقول له كنا في انجلترا في شهر يوليو اللي فات، قال لي اولا يعني اذا كنتوا بتسيئوا استخدام بعض الادويه فدي بتاعتكم انتوا. بتاعتكم انتوا بالظبط كده. لما قابلت انا مدير معمل سولت ليك في امريكا وبكلمه، قال لي انا 20,000 عينه حللتهم في سنه 2015 طلع فيهم 8 حالات بس ترامادول. 8 من 20,000. من 20,000. معنى كده ان احنا هنا بنسيء. احنا لو حللت الثمانية هتلاقي فيهم 20,000. يعني احنا اللي بنحف بس. يعني هو احنا في الحقيقه بنستخدم اذا في ارجع تاني خطه التسويق بتاعه المنشط المعمل عشان يجيب مصاريفه. انت شاعر ان اقتصاديا المعمل ممكن يصرف على نفسه؟ اولا لازم تعرف حضرتك حاجه مهمه قوي، المعمل عشان ياخد اعتماده السنوي او لو لما ياخد اعتماده ويشتغل، مش معنى كده الاعتماد ده فور ايفر، لابد من اعاده اعتماده سنويا، واعتماده سنويا بناء على 3,000 عينه انا لازم ادفعها للمعمل. ولو نزلت العينات عن 3,000 في الحالة دي يتم تعليق عضوية المعمل. وعايز أقول لحضرتك خبر غريب قوي. طب و3,000 حد اقتصادي يا دكتور؟ يعني أنت لو جبت ال 3,000 يبقى كده كويس؟ لا مش كده بس، ده خد بال حضرتك، ما أنت هتعتمد على الـ الدول اللي حوالينا. اللي حواليك. حضرتك مثلا جنوب أفريقيا، معمل جنوب أفريقيا كان بيقوم بالتحليل لكل العينات اللي بتتاخد في الدوري الأفريقي بالنسبة لكرة القدم. النهارده معمل جنوب افريقيا اتشطب. فاصبح النهارده كل الظروف لصالحنا. الكاف هيتعامل معاك. بالظبط. الكاف كده في الحاله دي هيتعامل معاك. الكاف بيدي كام عينه كده؟ ده مكتوبه لك يا دكتور. ده مكتوبه لك، ده اللي حواليك كلهم بيقفلوا. انت عارف حضرتك ان احنا المعمل الوحيد في افريقيا المجهز والحاضر واللي على استعداد للعمل فورا هو معمل مصر. عارف حضرتك اول امبارح الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات قفلت معمل باريس في فرنسا. الوكاله الدوليه الحقيقه بتشتغل بشكل قاسي جدا في مجال مكافحه المنشطات، لان هي مساله دقيقه وحساسه بصراحه، اصلها ليها تاثير على البطولات طبعاً. وعلى بتسحب ميداليه اولمبيه يعني واحد واخد ميداليه ده بيلاقي بعد 4-5 سنين بتتشطب، يلاقي نفسه مجرم. يلاقي نفسه بره. عموما بنبارك لك الخطوه بتاعت الاسبوع ده يا دكتور، وموفق دايما ان شاء الله. طب بس سؤال اخير والنبي يا دكتور معلش. تحليل اخير. هو ايهاب عبد الرحمن عنده فرصه للرجوع ولا لا؟ اكيد بعد ما تنتهي فتره ايقافه لازم يرجع. تخلص امتى الفتره؟ اللي واخد سنتين هو من شهر يوليو 2016 ليوليو 2018. من يوليو كم؟ 2016. يبقى يوليو 2018 ان شاء الله بإذن الله. يا رب يرجع لنا ويرجع بطل كما كان ويكون درس اتعلمناه جميعا. شكرا جزيلا للدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وزي ما قلت زي ما شفت حضراتكم والله مهمة، ما كنتش متوقع تتطور كده. يعني خبر مفاجئ انك تعرف ان في تحليل بيتم. صحيح. يمكن على جزء من الشاشة زي ما حضراتكم شايفين بعثة الأهلي في طريقها الى سوسة او داخل سوسة، خلاص على مشارف مدينة سوسة بالسلامة بإذن الله إن شاء الله، علشان يدخلوا بقى في مود التركيز. طوينا صفحة الترجي ودخلنا بشكل أساسي في التركيز في هذه المباراة المهمة يوم الحد. زي النهاردة وزي أي نهاردة لحظة أسعدت الأهلوية، 28 سبتمبر ولكن سنة 74، ده كان مباراة للأهلي مع الشرقية. طاهر الشيخ الأهلي فاز 4-0
بس مش ده الموضوع. انه اول هدف للكابتن طاهر الشيخ في اول مباراه له مع النادي الاهلي كانت في هذه المباراه سنه 74. المهندس عادل القيعي سافر كندا عشان يبرم اولى صفقاته في عالم الاسرار المثيره. في مجله الاهلي اللي صدرت في مارس 74، وكانه هذا الرجل خلق ليثير الاثاره، عادل القيعي يروي من قلب جبال ايه؟ مونتريال. مونتريال. قصه صفقه طاهر الشيخ، والحقيقه موضوع من بدايته كان في قمه الاثاره على هذه المهمه، انه طاهر الشيخ لاعب اسكندراني خرج من الاولمبي سافر الى كندا. ليش انك جايب المقاله او الصور؟ لا كان لكن اوعدكم ان انا الحلقه الجايه اجيب لكم ما كتب في مجله الاهلي. طب ما نجيب طاهر الشيخ نفسه، ما نعرفش نجيبه على التليفون. نتذكر مع اصل الحكايه الماتش ده له قصه. اغرب بقى من عمليه انه يجي يعني. مباراه الشرقيه. لا احنا جينا يوم الخميس. الاهلي فاز 4-0. خليني اقول اللي عندي. كابتن طاهر الشيخ جاب هدفين، والكابتن محمود الخطيب والكابتن سمير حسن كل منهما هدفا علشان يفوز الاهلي 4-0 في 28 سبتمبر 74. ايه اللي عندك بقى؟ الكابتن طاهر الشيخ خلاص يعني قصه انه يجي ازاي دي قصه طويله شويه. ايوه. وانا كنت بقول له طاهر انا قعدت معاه 4 أسابيع هناك. طب ليه قعدت 4 أسابيع؟ لان كنت مسافر على حسابي وكنت واخد تذكره اسمها يوث فير. يعني فيا معموله للشباب. التذكره كانت ب 208 جنيه. ما اقدرش ارجع مصر قبل 4 أسابيع. فقعدت ال4 أسابيع عنده وعند اخويا هناك. كان ليه اخ هناك. في كندا. فالاقامه اتدبرت، انا خرجتش ما سافرش على حساب النادي الاهلي. سافرت على حسابي. والفريق مرتجي قال لي لو ما جبتوش مش هصرف لك حاجه، لو جبته هديك ثمن التذكره. فطبعا لما رحت قلت له طاهر احنا خلاص اتفقنا. طبعا قصه طويله يعني قعدنا للفجر نتكلم. وبعدين خلاص خلصت الاتفاق معاه. وبعدين قلت له طب عايزين نرجع، هترجع تلاقي فرقه حديد في النادي الاهلي. جبنا فلان وجبنا فلان وجبنا فلان، وانت مش هيبقى لك مكان لانك بتجري ريقه انت. بقول له قلت له 4 أسابيع لازم ترجع على الاقل 50 أو 60% من مستواك. فمش عايزك ترجع من الصفر، الصفر هيروح عليك الموسم. طب نعمل ايه؟ تجري هنا بقى. قلت له انت دلوقتي بتشتغل في شركه. قال لي قلت له ما تسيبها. الاربع اسابيع دي ما عملتلكش 2000 دولار ولا 3000 دولار. قلت له خلاص استقيل وتعالى ال4 أسابيع دول. هو كان ساكن في شقه صغيره كده دور ارضي في 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 بيت على مطلع جبل مونتريال بالصدفه الشديده. قلت له احنا ننطلق من هنا على قعدت عنده نطلع نتمرن في الجبل كل يوم. عملت فيها الجوهر انت؟ اشتريت له كوره. والله. واخويا كان هناك. حازم رحمه الله عليه بقى الله يرحمه، هو خريج تربيه رياضيه كان صاحب طاهر، فعنده فكره على الاحمال. لا وكان بيحكم ماتشات المدارس هناك والجامعه. فقلت له اتفق لنا مع شويه مدارس والجامعه كده نعمل ماتشات معاه. اطلع الصبح امرن طاهر الشيخ يجري، اتعب اروح. هو الجبل الطريق بتاعه زي الودعه. فانت لازم تطلع ما تقدرش تنزل الا اذا وصلت للقمه، فلما اتعب اروح انا معدي واعد له عند المنزل. هو بقى عشان ينزل لي لازم يكون وصل للقمه، ابص في الساعه مش عارف ايه خدها في كام دقيقه، طب لازم تزيد، طب الكوره بالهيد، كوره مش عارف حاجات بلدي كده. بس ولعبنا 11 مباراه. 11 مباراه؟ هناك. طبعا لعبنا في الغابات كلها فيها ملاعب. كره القدم مش مشهوره هناك. في ملاعب بس يعني بعضها صغير بعضها كبير. المهم بعضها الجاليات لما عرفوا ان في لاعب كره من مصر موجود، طب عايزين نلعب معاكم، نلعب مع الجاليات. من 11 ماتش دول كان فيهم كذا ماتش بوساط كده. فنزلنا يوم الخميس النور اتقطع. قال لي انا عايز اسافر اسكندريه اسلم على. قلت له النور مقطوع، وانت تقول لي اسافر اسكندريه مستحيل، هسيبك من ايدي اللي لما الكرنيه يطلع. قال لي ده النهارده الخميس. قلت له تسافر السبت. هطلع الكرنيه بتاعك يا عم وبعدين ايه، ما هو هسيبه.
ابات والكرنيف جيبي. اه طبعا قلت له قال لي طب عامل، قلت له هتبات عندي اليومين دول. قال لي عايز اشوفه. طب ليا اخت جوزها طيار هنا في مصر. قلت له تعالى نروح له. كلمهم قال لهم انا في المطار. اولا الرحله خدت 30 ساعه من كندا لهنا، من هنا لانه وقفنا في امستردام ترانزيت 9 ساعات وبعدين نقل، يعني مشقه. راح الكابتن ضياء زكي وبعدين جوز اخته وبعدين كلم اهله في اسكندريه وبات عندي. الصبح رحنا النادي قابلنا مستر هيدوكوتي، كان عندنا ماتش بقى يوم الاحد. مستر هيدوكوتي خير الشيخ مش عارف ايه، انبسط الراجل منه قال له انزل اتمرن معايا. قال له ده انا لسه جاي امبارح. قال له انزل. ففوجئ ان هو قادر يكمل التمرين. في حد على التليفون؟ لا لا، بس احنا بننوه انه قدامكم زي ما انتم شايفين وصول بعثه الاهلي الى مدينه سوسه. انتوا مع الاتوبيس لحظه بلحظه عشان تكونوا فعلا في قلب الحدث. ده ما شايفين ماشي الاتوبيس ماشي في الشارع اهو. لكنه انتوا شايفين. والمهندس عدلي بيحكي ايضا قصه مهمه، جه طاهر الشيخ. المهم انا بحكي لك دي ليه؟ انا بحكي لك كل ده عشان الكلمتين اللي جايين. ايوه. اتمرن يوم الخميس الجمعه. رحت السبت طلعت الكارنيه بتاعه. هو لعيب فري ترانسفير خلاص. ايوه. وأماتور وهاوي ما عندوش عقد وبقاله اكتر من سنه. وجبنا كمان الاستغنى، ودي قصه ثانيه، من النادي الاولمبي كان طالب 50 جبناه ب5 بعد ما سافر. انا والاستاذ كمال حافظ رحمه الله عليه. الله يرحمه. ففوجئت ان طاهر الشيخ في التشكيله الرئيسيه. بعد اقل من 48 ساعه. هيدوكوتي قال لك يلعب. بقول لك يعني شوف شويه العبط اللي عملناه في كندا ما طلعش عبط. يعني لعبه هاف تايم جاب جولين. منه جول انا فاكره برجله الشمال فيرست تايم في الزاويه الضيقه. المميز هو بدي. المرجحه. ومدرج الاهلي ده بقى يتنطط. ايه ده يا عم؟ قدم نفسه. احسن تقديم. صيطوك انت بس صاحبه؟ لا صيطه طاهر. انا مالا يعني محدش عارف ان انت اللي جايبه؟ يعني قاعدين اصحابي بقى اللي جايبه. وانا ما كنتش ساعتها اصلا، ما كنتش عضو مجلس اداره حتى في النادي الاهلي. انا كنت عضو نادي. دخلت 76. انا دخلت 76 بعدها بسنتين. فطاهر الشيخ انا بحكي لك ليه؟ إن الراجل بعد 48 ساعة اقتنع بيه. وكان عنده 20 سنة ساعتها. يعني تحت السن كمان. كان بيلعب منتخب أولمبي ومنتخب أول، وبعد كده انطلق بقى معانا. كمان زي النهارده ولكن في 2014 الأهلي مع القطن الكاميروني في إياب الدور نصف النهائي، نفس المشوار ده لكن كانت في الكونفدرالية. الأهداف لموسى ايدان وعمر جمال، كان الاهلي فاز ذهابا 1-0 لوليد سليمان. صعد الاهلي للنهائي عشان يتوج على حساب سيو سبورت الايفواري. نفتكر اهداف الاهلي في القطن الكاميروني. علي مين محاوله هجوميه، كره طلعت عاليه فوق، خطيره خطيره جدا خطيره جدا، منتهى الخطوره، خطيره جدا والهدف، خطيره جدا والهدف. لحظات من ثواني بين سعد سمير مع شيف اكرامي، وعلى طول يستغل الخطا المهاجم جوزيف عشان يسجل هدف عاليه فوق من اناس. مفيش حد موجود ورا الا احمد خيري. الضغط موجود متواصل على الشمال ناحيه موسى ايدان. عدى ايدان، عدى ايدان، هلا ايدان، جول 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 جول. هدف التعادل، هدف التعادل، التعادل، التعادل. الشوط الاول في الهجمه، في الباصه، في الهجمه العنطريه، في الاستلام الممتاز من موسى ايدان. عدى وفات، عدى وفات من كل اللاعبين ومن كل المدافعين. والفاول والسنده والتصويبه القويه. سجلوا الهدف الثاني، عمرو غزال، لا عمرو جمال، عمرو جمال على الهدف الثاني، وهدف للتقدم في مرمى القط الكاميروني. الله عليك. في مثل هذا اليوم. ابراهيم اتفضل. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. ما انت جبت طاهر الشيخ هنا كده. لا، في مثل هذا اليوم وكان هناك لاعب اسمه موسى ايدان. كان لاعب والله كويس جدا. ولعب لاخر الموسم وفجاه اختفى. ما بنصبرش احنا على اللعيبه. يعني اللعيب كان كويس. عايز اعرف هو فين ومش يعني كان كويس.
مش فجأة. زي النهاردة لكن كان فيه حدثين كبار جدا في تاريخ النادي الأهلي، كل واحد فيهم يمثل شخصية تشعر أي أهلاوي بالفخر والاعتزاز الحقيقي بالأهلي. اتنين ناس كتيرة ما بتذكرش أو ما بتذكرش أحدهم كثيرا، لكن هتسمعوا عنهم وسيرتهم ما يشعركم بالفخر. قبل ما تطلع فاصل لحظة، أيضا هتشعر بالفخر إن الناس دي هي اللي عملت تاريخ النادي الأهلي، لكن هتفهم هو ليه النادي الأهلي متفرد ولحد النهاردة في إلحاح على التمسك بقيمه دي مهمة. بعد الفاصل كلام يدعو للفخر. الآن أجيال بتسلم بعض والكل في واحد، ده كان كلام مهم جدا، اختيار بنحيي عليه مخرجنا محمد شوارب، ومضمون بنشكر عليه فريق الإعداد والحقيقة الزميل محمد مصطفى بذل مجهود كبير في أنه يلقط لنا مناسبة الكلام ده النهاردة. مناسبة الكلام ده النهاردة أنه في مثل هذا اليوم، لكن من فترة بعيدة الحقيقة شوية، يتولد اسم كبير قوي في تاريخ النادي الأهلي ويرحل في نفس التاريخ اسم كبير أكبر في تاريخ النادي الأهلي. كابتن صالح سليم بعبقريته بعظمته بقيمته بشموخه، وهو شموخ الأهلي، لم يستمد كل هذه القيم وهذه السمات الشخصية المتفردة جدا من فراغ. إذا كان قال أنا تلميذ كابتن محمود مختار التتش، فالتتش كان تلميذ مين؟ الكلام ده ما تولدش لحظة. الناس اللي فاكرة أن النادي الأهلي موجود على السطح اتعمل في يومين ثلاثة، لا، أنت بتتكلم في جذور تضرب بعمق التاريخ فعلا، جذور ضاربة في عمق التاريخ. بنتكلم على جعفر والي باشا، تقدروا تقولوا رائد منظومة قيم ومبادئ النادي الأهلي. هو أستاذ إبراهيم، لما حد يعرفه اتولد سنة كام ومتى، ده جعفر والي باشا، جعفر والي واحد من أكبر أكتر الرؤساء اللي عاشوا مدة طويلة في رئاسة النادي الأهلي، حتى لو جاءت ومن مؤسسيه، وواحد من المؤسسين، وواحد من اللي اتبنى الأهلي صح على أيديهم. أيوة. عشان يفهموا، أيوة، إن القصة في النادي الأهلي له نتائج وله إنشاءات وله أشخاص، ولكنها قيم وتاريخ. اللي بيخلينا هنتجنن وقلقانين عليه ان محدش يخش يخترق هذا التاريخ ويلعب فيه. لما هتعرفوا مين جعفر والي وعاش كام سنه، وبعدين التلمز عليه ازاي مختار التتش، وبعدين ازاي الكابتن صالح التلمز على مختار التتش، وبعدين الكابتن حسن كيف استقى هذه المبادئ من الكابتن صالح، وكل من عايش الكابتن صالح معاه، الكابتن الخطيب، الكابتن محمود طاهر، الكابتن ابراهيم المعلم، الاستاذ المهندس ابراهيم كل انا هقول الكابتن بقى ولا اسماء، لكن كل دول المفروض يكونوا كل واحد فيهم عايش هذه القامات اتعلم حاجه منهم. فاحنا لما بنطالبهم كلهم بالحفاظ على تقاليد النادي الاهلي، ليس اجتراء على حد فيهم، ولكن هذه مسؤوليتهم جميعا، واللي مش هيعمل كده لازم نقول ان احنا مش هنبقى مطمئنين. في كل الاسماء اللي انا سردتها دي، لان الاهلي ده مش بتاع حد، لا بتاعي ولا بتاع الاستاذ ابراهيم ولا بتاع الكابتن حسن ولا بتاع المهندس محمود طاهر ولا بتاع الكابتن الخطيب ولا الكابتن صالح، ولا ده بتاع التاريخ. هذا الاهلي فوق الجميع الا الوطن طبعا، لانه لما بيبقى فوق الجميع بيبقى جزء كبير من الوطن بخير. شخصيتنا التاريخيه اللي بتمثل ريادة المنظومة الأهلوية في تاريخها هذا الرجل العظيم، عظيم الأهلي، هذا هو جعفر والي باشا، أطول حد عمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي، لأنه ولد جعفر والي باشا في 28 سبتمبر 1880
أو ولد في 15 يناير 1880 عاش بالظبط 83 سنة ورحل في 28 سبتمبر سنة 1963. يوصف بأنه رائد منظومة قيم ومبادئ النادي الأهلي، لأنه أولا من المؤسسين من المجموعة الأولى التي أسست النادي الأهلي مع عمر بيك لطفي. ولد في القاهرة، نشأ في القاهرة، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الناصرية ثم المدرسة الخديوية، تخرج جعفر والي باشا في القسم الإنجليزي في مدرسة الحقوق اللي هي كلية الحقوق سنة 1903. بصوا مصر كان فيها تعليم من إمتى. عين في النيابة العامة، وبعد كده راح وزارة المالية ثم وزارة الداخلية، تدرج فيها لغاية لما أصبح وكيل وزارة الداخلية. شوفوا راجل خريج الحقوق لكن الداخلية هي المسألة كلها قانون وحقوق. اختير بعدها وزير في ثلاث وزارات. عظماء الأهلي يا جماعة في الحقبة الأولى من تأسيسه هتلاقيهم باستمرار قمم المجتمع المصري في هذه المرحلة، من عبد الخالق باشا ثروت، من عمر بيك لطفي، من جعفر والي باشا، من سعد زغلول، مصطفى كامل، زملائه كانوا أصحاب فكرة الأهلي، أصحاب فكرة النشأة. لكن هتلاقوا طلعت باشا حرب واحد من المؤسسين المساهمين في الاكتتاب لتأسيس ونشأة النادي الأهلي. هتلاقوا سعد باشا زغلول رئيس أول جمعية عمومية للنادي الأهلي بصفة وزير معارف. فجعفر والي باشا تولى وكالة النادي الأهلي لمدة 7 سنين من 1916 لغاية 1923، وهذا الرجل العظيم وكيل النادي الأهلي. ثم جلس على كرسي رئاسة النادي الأهلي لفترة طويلة جدا، من سنة 40 لغاية، أو من سنة 23 لغاية سنة 40، 17 سنة متصلة وهو رئيسا للنادي الأهلي. ثم من 42 لغاية 44، دي فترة رئاسته للنادي الأهلي في خلال هذه الفترة. يذكر لجعفر والي باشا أنه عمل على تأسيس اتحاد الكورة وترأس اتحاد الكورة. رأس اتحاد الكورة من 13 أكتوبر 21 أول رئيس ليه لغاية 29 يونيو 28، يعني بالضبط 7 سنين وهو الرجل رئيس لاتحاد الكرة. بعثة الأهلي عشان نطمن حضراتكم لحظة بلحظة زي ما انتم شايفين وصلت إلى فندق الإقامة في سوسة. جعفر والي باشا في الفترة الحقبة الطويلة اللي ترأس فيها النادي الأهلي كانت فرصة لإرساء كتير من منظومة القيمة. هنا بقى هنخش في الكلام الجد. أيوة. اللي بتأني. أيوة. نقرأ سطرين ونشرحهم. وهكذا عشان نفهم جزء هام جدا من أسباب عظمة النادي الأهلي وتمسكنا بهذه الأسباب. الأهلي دايما وأبدا ربنا بيخلق له حدث علشان يمارس فيه منظومته. إذا تصرف صح صار مضرب المثل وصارت مبادئه منظومة قيم يمشي على ضوءها وربنا بيوفقه. إذا اهتزت منظومة القيم وعصى القيادة في إيد الجالس على مجلس الإدارة، العملية بتخبو شوية بشوية وما بتنجحش. فدايما وأبدا اختبار القيم هو معيار نجاح من يدير النادي الأهلي. هو اختبار القيم، شو مش اختبار، اختيار القيم هو الاختبار. بالضبط. انت اخترت ان تنحاز للقيم منذ نشأة النادي الأهلي. بالضبط. فاتفرض عليك حدث، اتصرف زي ما انت عايز. مشيت يمين حيث منظومة القيم، يعني لم وحيث البصلة ابدا خلف النتائج يا استاذ ابراهيم. بالضبط. هو بقى ربنا بيكرم الأهلي انه في كل مرة ينحاز فيها للقيم النتائج تدعم موقفه وتبيض وش مسؤوليه. كده بالعربي. تخبو المسألة ما تلاقيش النتيجة كويسة. إيه اللي حصل مع جعفر والي باشا علشان يربي حد اسمه مختار التتش؟ عشان يقدم لتاريخ النادي الأهلي قيمة إدارية أخرى بحجم وعظم التاريخ مختار التتش. في عصر جعفر والي باشا في أول اختبار
ست لعيبه دفعه واحده سنه 18 الفار لعب في عبهم وعايزين يمشوا من الاهلي. سته وكان وقتها الاسماء يا باشمهندس على حسب ما كتب التاريخ بتذكر ان الناس ديت كانت اسماء تقيله في تكوين الفريق. شويه افنديه كويسين. ايوه كان الاهلي بيستعد. اقرا اساميهم كده. كان الاهلي بيستعد لبطوله كاس السلطان حسين. عنده بطوله وعنده ماتش مهم وفوجئ ان سته قال لك نضغط بقى. قال فرصه نضغط. العقليه الكرويه واحده الافندي والباشا يعني واللعيب بتاع اختبار الاداره وقوتها من زمان بالظبط انها تتعرض لمثل هذه المواقف. كان محمد افندي شكري وكامل افندي طه وحسن افندي الصعيدي ورياض افندي شوقي وعباس افندي صفوت وعبد الحكيم افندي علي. افندي درجه في اللقب الاجتماعي وقتها اقل من البيك مش كده؟ تسبق البكوي يعني. يعني ان تبقى افندي ثم تبقى بيك بعدين باشا تبقى باشا. ف على فكره انت ممكن تبقى وزير ما تبقاش باشا. لكن وممكن تبقى باشا لكن ما تبقاش وزير، يعني الباشا دي اعلى حاجه. انا مختلف مع الباشمهندس عدلي في النظره الاجتماعيه، هو الراجل باشا دي مش اجتماعيه. على فكره دي مش نظره اجتماعيه. كان هناك من المثقفين باشوات. طبعا اصحاب المال صحيح. دي نظره للمكانه صحيح. تاثيرك على مجتمعك كان إيه؟ المجتمع كان المجتمع متماسك وبنائه الاجتماعي مختلف. سيبكم من بعد كده انه الفلوس بوظت النفوس وانه كل الناس اللي عندها فلوس اساءت اخلاقها فبقت النظره لصاحب المال إبراهيم نظره مهزوزه. اللي كان بيتقدم لوحده يتحروا عنه. لو واحد من الدرجه السادسه من القرابه من الدرجه السادسه دخل اسم اتعمل له محضر العريس يترفض. دلوقتي الاسر ما بتسالش على الاصل والفصل يمكن. شقته فين وفيلته فين وعربيته ايه؟ ومعاك عشان كده الجوازات ما بتكمل. طيب يعني. خلينا بقى في الست افنديه دول اللي حبوا يضغطوا على جعفر والي باشا واداره الاهلي سنه 18. على فكره صالح جمعه هو بيملى بيانات. صالح جمعه اتقدموا بطلب بقى، قدموا طلب استقاله، يعني طلب حصول على استغناء، عايزين ناخد استغناء وعايزين نمشي. فوصل الخبر لاداره النادي الاهلي وقتها الناس دي راحه تاني، راحه سكه تانيه، راحه لنادي تاني تلعب فيه. وهتلاقيه كان المختلط برضه. هو في نادي تاني. كانت الاداره حسب الوضع ساعتها ولوائح البطوله من حق اداره الاهلي ترفض. يعني انت بتقدم لي استقاله، ما كانش لا فيه تنظيم ماء ولا حاجه، بس انت بتقدم لي استقاله انا من حق ان انا ارفضها واقول لك امشي اقعد، ما فيش حاجه زي كده، ومن حق ان انا اوافق عليها. اوافق عليها او ارفضها دي ترجع لنا. ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ اتوقفوا. السته فوجئوا ان النادي بيوافق لهم. مفيش حد يقول عايز يمشي بالنادي الاهلي والنادي الاهلي يستبقيه. فبدا في ناس تتكلم ازاي هيمشوا السته دول؟ بدا يراجعوا بعض. بدا اتنين منهم يجوا بعد ما النادي قال لهم الاهلي محدش يلوي دراعه وما نجيش قبله بطوله زي كده وتقدم لي طلب استغناء وعايز تمشي وانا هبقيك، اللي ما يسعدهوش يقعد في النادي الاهلي، النادي الاهلي في غنى عنه. فبدات المساله الارض تهتز تحت سته افنديه كبار. فاتنين منهم بداوا يرجعوا في كلامهم. اربعه بداوا يرجعوا في كلامهم ويقدموا طلب. لا والنبي قعدونا، لا والنبي مش عايزين نمشي، طب اعتذروا اللي انتوا عايزينه احنا نعمله. حصل بعد كده انه بدل الاستقاله الجماعيه بدات الاعتذارات يا باشمهندس. اعتذروا ورجعوا. اربعه منهم رجعوا ولكن اتوقفوا. هو خدوا بالكم حاجه، ده مش بس الموافقه على ان هم يمشوا، ده قالوا لهم تمشوا وسنه ما حدش يدخل النادي كعضو. يعني هم اعتذار انهم كانوا اعضاء كلهم. طبعا كعقوبه مفيش حاجة اسمها انك هتدخل النادي. فبدأ يحسوا انه لا ده دي تكشيرة جامدة قوي من هذا الرجل. بتسيبني قبل البطولة بتضغط علي. مع السلامة. رجعت في كلامك، ما زال القرار ساري. يلا اللي جاية اهم بقى. قبلت الادارة هذا التراجع المكتوب المشفوع باعتذار صريح من الاربعة الاوائل وتقبل تواجدهم في فريق الكورة. يعني
هنعتذر، هنقبل اي عقاب، هنرجع ونستمر. فتم قبول اعتذار الاربعه والاثنين التانيين النادي استغنى عنه. ده حصل سنة 1918 في موقف في بطولة كانت مهمة جدا، بطولة سلطان حسين. 10 سنين مرت كمان، دي الأهم بقى، ويلاقي هذا الرجل العظيم جعفر والي باشا نفسه وإدارته في اختبار قيم جديد أصعب أتقل كمان. الأهلي بيلعب مع الترسانة في نهائي كاس مصر، فاز الاهلي بالمركز الثاني، الترسانه كسب المباراه وخد الكاس. فكابتن الاهلي القائد بتاع الفريق حسين حجازي، حسين حجازي ابو كره القدم في مصر، هو كده يعني، ولاعب اسطوري، هو اسطوره الكره وهو اولها. يعني لما يتقال مين ابو الكره المصريه، حسين حجازي اول حد لعب كوره، اول حد عمل شعبيه للكوره، اول واحد كون فرقه في السيده زينب كانت فرقه حجازي. حتى لما انتقل من الاهلي بسبب الموقف اللي هقوله لكم، راح المختلط او الزمالك، راحت جماهير ورا فرقه حجازي. ومع هذا، مع كل اللي حصل منه، هتلاقوا الاهلي بالعكس انحاز بقوه للقيم والمبادئ في مواجهه مين؟ حسين حجازي نفسه. جعفر والي باشا اتضايق جدا، ومجلس الاداره يا باشمهندس، انه فريق الاهلي صاحب المركز الثاني ما يطلعش ياخد ميدالية المركز الثاني. فشافوا ان ده اهدار للروح الرياضية وانتهاك للاخلاق. ازاي لعيب يمثل النادي الاهلي ينتهك الروح الرياضية بهذا الشكل؟ يعني ايه ما تطلعش تاخد ميدالية المركز الثاني؟ ما انت لعبت كورة وخسرت. فمفهوم الرياضة عند الناس ديت في هذا الزمن النظيف قوي، انه ما ينفعش ابدا تتخلى عن روحك الرياضيه وما تطلعش تستلم الميداليه بتاعه المركز الثاني. فاتهم بقى، تسمح لي الاول بس عشان الناس تفهم. اه، جعفر والي كان رئيسا للاتحاد، اه، ايضا اتحاد الكره والاهلي. اه، فاتوقف. انت جيت لحد ما توقف؟ لا، انا يعني خسر الاهلي الكاس وهو رئيس الاتحاد. بالظبط. اه، اهو رئيس النادي، رئيس اتحاد الكوره. لكنه لما الفريق رفض يطلع يستلم الميداليه، مين الكابتن؟ حسين حجازي. خلاص ابدا بيه، اذا كان هو ده التقيل قوي وده الكبير قوي وده اللي المفروض كان يخلي زمايله يطلعوا يستلموا الجايزه، اذا كان هو المسؤول ككابتن للفريق ما عملش كده، ياخد العقاب الاشد. اتوقف. فتم إيقاف حسين حجازي، وشافوا تصرفه تم إيقافه. اجتمعت لجنة الطوارئ على طول، مكونة كانت من رئيس النادي جعفر والي باشا وأربع أعضاء، قررت في نفس الليلة بتاعت المباراة، محدش استنى، إيقاف حسين حجازي 6 شهور في نفس الليلة. نفس الليلة لجنة الطوارئ. شوفوا لجنة الطوارئ منزعجة قد إيه على انتهاك الروح الرياضية والأخلاق. ممكن المسألة تبان عند الناس. مكونة من مين؟ رئيس النادي وأربع وأربع أعضاء. رئيس النادي. آه. وأربع أعضاء عشان ينظروا في أمر طارئ. ياخدوا قرار بإيقاف حسين حجازي 6 شهور. وقتها مصر بتستعد للسفر لدورة أولمبية. طبعًا دورة أمستردام الأولمبية، حسين حجازي الخطيب بتاع عصره. فدي وقعه ما تعديش. ازاي انت دلوقتي منتخب مصر هيسافر ومحمد صلاح يتمنى؟ لا، ده شوف التعليق. او ابو تريكه وهو الهداف له. اه، الذي يعمل له مدافعه العالم، كانت شهرته عالميه. عالميه. اه، بيقال انه اعظم لعيب في تاريخ مصر. اه، الله اعلم بقى وقتها. كان المنتخب بيعول عليه امل كبير جدا. حصلت ضجه في البلد. الحق حسين حجازي توقف، الحق حسين حجازي مش هيروح امستردام، الحق الاهلي وقف حسين حجازي. ايه اللي حصل؟ تمت طبعا اتصالات كتيره وضغوط كتيره، الاهلي ما رضخش. ورفض تماما جعفر والي باشا كل الضغوط لاثنائه او لاثنائه عن موقف تربوي اخلاقي انحاز فيه للروح الرياضيه. ازاي كابتن الفرقه ما يطلعش الفرقه تاخد ميداليه؟ فتمت
تنفيذ العقوبة. وقتها قال جعفر والي باشا أن تخسر مصر بطولة العالم لكرة القدم أفضل من أن تخسر الأخلاق والروح الرياضية. وقال لهم الرياضة تأسست من أجل الروح الرياضية، عشان تلعب رياضة لازم تبقى عندك روح رياضية. مش راقي حقيقي لما نقول الرياضة أن تنتصر على النفس مش تنتصر على المنافس، هذا مفهوم حقيقي. هو ده المعيار الأولمبي الحقيقي، مش نقعد نفسر. طبعا كان ضمن الفريق ساعتها اللي هيسافر فرقة حجازي ناشئ طالع اسمه محمود مختار. شوفوا المواقف بتصنع أساطير، ناشئ صغير موجود في فرقة حجازي هيستفيد من إيقاف حسين حجازي وهيبقى هو النجم وهو اللي هيلمع وهو اللي هينطلق بعد كده. بس شوفوا ناشئ بيشوف، ناشئ في الأهلي بيشوف رئيس النادي بيتصرف إزاي في مع أسطورة، مع أسطورة تقيلة قوي، مش فارقة معاه هو مين، المهم خطأك إيه، المهم أنت عملت إيه، المهم صورة النادي الأهلي تبقى ماشية إزاي. فتم إيقاف حسين حجازي، وقال جعفر والي باشا أن يخسر الأهلي كأس مصر ويكسب الأخلاق خير من أن يكسب الأهلي كأس مصر ويخسر الأخلاق. وظهر شعار من وقتها الأخلاق قبل البطولة. جعفر والي باشا سنة 28 يا جماعة، خدوا بالكم بالتواريخ، في دورة أمستردام. طبعا كانت كرة القدم في الدورة الأولمبية هي الأساس، أكبر حدث لكرة، يعني ده كأس العالم، لأنه كرة القدم في الدورة الأولمبية هي أعلى مسابقة في كرة القدم. سنة 30 بعدها بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن لغاية قبلها كرة القدم أعلى مسابقة ليها هي البطولة اللي ضمن الدورة الأولمبية. فيروح منتخب مصر أمستردام في 28. ليه أنا بقول لكم أنه ربنا بينصف الصح، أي حد بيتمسك، شوفوا في تاريخ النادي الأهلي كل مرة الأهلي انحاز للمبدأ وانحاز للصح ربنا نصره وربنا وفقه. حتى في الواقع بتاع 28 أنه الناس تضغط والأهلي ما ينكسرش وما يتراجعش، يتوقف حسين حجازي يتوقف، لو هو مين هيتوقف، فيسافر منتخب مصر من غير حسين حجازي ويروح فيحقق نتائج في الدورة الأولمبية، يدخل المربع الذهبي بشكل هز العالم كله في أمستردام. الأولمبياد كانت وقتها منتخب مصر حقق إنجاز كروي عالمي وحصل على المركز الرابع. تسمح لي أتوقف لحظة. قد يقول قائل اي عام ما رئيس النادي الاهلي هتفرق معاه ايه ان اللعيب يروح الدوره الاولمبيه ولا لا، انما هو وقف وخلاص دون ان يراعي مصلحه مصر. المفاجاه ما احنا قلنا لكم هي مش مفاجاه، بس ما حدش متنبه ان رئيس النادي الاهلي هو كان رئيس اتحاد الكوره، واللي كان بيضغط عشان العفو عن حسين حجازي كان رئيس اللجنه الاولمبيه. ايوه، ولكن جعفر والي الذي كان رئيسا لاتحاد الكرة وكان من مصلحته ان المنتخب يروح بحسين حجازي، ها، لم يرضخ وهو رئيس النادي الاهلي لانه شاف ان المعيار الاخلاقي لو تم التغاضي عنه انت هتمشي غلط بقيت عمرك، لا امشي صح. وبعدين ربنا بقى لو رايد لك خير. وكمان اثبت حاجة، ان الفرق لا تتوقف عن نجوم فقط او نجم، وممكن جدا يا جماعة يكون الموقف اللي حصل مع حسين حجازي مصدر إلهام للفريق اللي طلع لعب الأولمبياد عشان يتقال إيه، ما احنا مش هفية، انتوا كل حاجة ربطينها بنجم ليه، احنا نقدر نعوض غيابه ويطلع الرابع، ويطلع جعفر والي يؤسس في وجود مختار التتش في الفريق لقيمة أخلاقية. وسبق أن أوقف لاعبين لمدة سنة أيضا عشان تجرأوا يضغطوا على النادي بطلب واعتذروا عنه، لكن وقفهم لمدة عام كامل من دخول النادي. هكذا تتوارث الأجيال القيم، وكذا وعلى هذا بني النادي الآن، وعلى هذا احنا قاعدين هنا بنهاتي للنهار حفاظنا على ده، هو ده همنا بالظبط، مالناش دعوه بالأشخاص بالظبط. فليكن الأهلي مستمرا بقيمه أو لا يكون لأحد فضل عليه، لأن اللي يعمل حاجة غير قيمه ولا يمكن هيحافظ على قيمه من يكرهه.
لا يمكن اروح للمنافس بتاعي ايه اللي بيواجهه بعدم حبه ليا ان يبقى صاحب شأن وله تأثير على القرار، وارجع اقول هو انت ليه بتقول المخترقين؟ لان اللي حافظ على قيم النادي الاهلي هذه القامات ويجب ان نتوارثها، والتاريخ هيحاسب كل من يفرط فيها. ده زي النهارده يعني 28 سبتمبر 63 توفي هذا الرجل العظيم جعفر ولي باشا بعد مسيرة شفته قد إيه كان منحاز فيها للقيم ومنحاز فيها لمبادئ النادي الأهلي، وبيؤسس وبيرسخ هذه المفاهيم وهذه التقاليد وهذه القيم اللي عايشة واللي لازم تفضل عايشة. منظومة القيم يا جماعة الحاكمة للنادي الأهلي. طب عاشت إزاي؟ كلما ترسخت وقويت قوي جدران البطولات في النادي الأهلي، وكلما اهتزت اهتز النادي الأهلي. من الأستاذ للتلميذ. بالظبط. اللي ما اتعلمش إنه جه قال له تعالى يا واد بقى. خد خلي بالك مش عارف إيه ده. لا ده هو شاف قدامه. بالظبط عاش الموقف. فطلع شخصية سليمة هو كمان. صح. وشخصية ملهمة. مختار التتش. مختار التتش زي النهاردة ولكن 1905 ولد هذا الرجل. صدفة عجيبة. 1905. يموت. شوفوا بقى المفارقات. المفارقات الغريبة جدا انه في الوقت اللي محمود مختار التتش بيتولد في سبتمبر 1905 كابتن او جعفر ولي باشا بيرحل في 28 سبتمبر 1963، ويعمل جعفر ولي باشا الموقف التربوي. بالظبط. هو عشان الناس ما تخلطش، مش ده اتولد ده مات، لا دي سنين طويله، لكن هم عصروا بعض. عصروا هو لاعب وشافوا هو بيتصرف ازاي، لكن في شهر سبتمبر. ايه سبتمبر ده؟ كابتن صالح مواليد سبتمبر. ايوه ما هو 11 سبتمبر. هو شهر العظماء. هو شهر القيم. بس اكتوبر شهر الموهوبين في الكوره. معظم موهوبي الكوره في العالم كتير منهم اكتوبر. ما تيجي نعملها مره احصائيه كده. بمناسبه بدء اكتوبر. فسبتمبر اللي شاهد في 11 منه ميلاد الكابتن صالح سليم، شاهد في 1905 ميلاد محمود مختار التتش، وشاهد في سبتمبر 28 سبتمبر 63 رحيل جعفر والي باشا. التلاتة بينهم خيط من القيم الحاكم الظاهر في مسيرة ومنظومة قيم وتقاليد النادي الأهلي. 1905 ولد محمود مختار التتش، ده التلميذ المباشر لرائد قيم الاهلي جعفر والي باشا. محمود مختار محمد رفاعي ده اسمه، ده الابن الثالث للدكتور محمد رفاعي، كان حكيم باشا مستشفى الاسكندريه، هو من مواليد الاسكندريه، اشترك وسنه 8 سنين فقط في فريق مدرسه محمد علي الابتدائيه في ميدان السيده زينب، انتقلت اسرته بعديها للقاهره، كان اصغر لاعبيها سنا وجسما اكثرهم مهاره، حصلت مدرسته على كأس المدارس الابتدائية، ثم انتقل للمدرسة السعيدية الثانوية هنا في الجيزة، ولم يهزم فريق السعيدية طوال وجود محمود مختار فيها إلى أن التحق بكلية الحقوق. هو سمي التتش، يعني الاسم أطلقه عليه الإنجليز علشان كان جسمه صغير قوي. التتش لاعب في السيرك صغير الحجم سريع الحركة موهوب، فاسمه في السيرك التتش، فهو خد لقب التتش نظرا لخفه حركته ورشاقته وصغر جسمه. هي يعني كمان عشان يقول لك اما هو ابن محمد رفاعي. ليه اسمه محمود مختار؟ لان زمان الاسماء مركبه. أيوة. يعني كان يحبوا انا اسمي محمد عدلي. فكان زمان واتلغت، وكويس ان اتلغى عشان اللخبطه. دلوقتي اتلغى الكلام ده، مفيش اسامي مركبه يعني. سنة 22 بدأت مسيرة هذا الرجل العظيم مع النادي الأهلي. سنة 22 هو مواليد 5، يعني كان بالظبط عنده 17 سنة لما اكتشفوا النادي الأهلي وضموا لفرقته، كان واضح زائع الصيت في المدرسة السعيدية، انضم لفريق النادي الأهلي في أول سنة على طول، لعب في الفريق الأول، لعب أولى مبارياته للأهلي كانت قدام فريق الطيران الإنجليزي، عشان كده سموه التتش من بدري قوي، كانت في الكأس السلطانية، الأهلي فاز وقتها على هذا الفريق الإنجليزي 2-1، وسجل محمود مختار التتش أول هدف له، كان هدف الفوز للأهلي في هذه البطولة. كان كابتن مصر لكرة القدم في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، شارك في ثلاث دورات أولمبية
24 و28 و26 يعني 24 كان عنده 19 سنه يعني 19 سنه بالظبط لعب دوره اولمبيه في فريق مصر الاول والدوره الثالثه كان في 36 اختير محمود مختار التتش كاحسن لاعب في دوره امستردام اللي جعفر والي باشا خد فيها الموقف ضد حسين حجازي يعني غياب حسين حجازي خلى محمود مختار ياخد احسن لاعب في الدوره كما مثل مصر بقى في اول مره في كاس العالم يعني اول مشاركه لمصر في كاس العالم عام 34 انتوا عارفين ان احنا ما رحناش المونديال الا مرتين 34 و90 ويا رب ان شاء الله يوم 8 اكتوبر تكون الثالثه باذن الله اختير ضمن نجوم الكاس في سنه 34 ضمن نجوم كاس العالم باجماع لجنه سباعيه من ابرز نقاد كره القدم في العالم وقتها الى ان اعتزل محمود مختار التتش كره القدم سنه 40 ونال وسام الرياضه من الطبقه الاولى في عام 65 ثم توفاه الله في 21 فبراير 1965 يعني توفى بعد جعفر والي باشا بسنتين اتنين فقط ده توفى في 63 ومحمود مختار توفى في 65 عاش 60 سنه فقط من 1905 الى ان توفى في سنه 65 كان مسؤول مهم في وزارة الشباب والرياضة وكانت وقتها الشباب والرياضة تابعة للشؤون الاجتماعية كتير لما الدكتور عبد المنعم عمارة يذكر ويكتب باستمرار انه القانون الرياضة بتاع تنظيم الحركة الرياضية في بدايتها كان واحد من اهم وضعيه محمود مختار التتش انا بس عايز اقول حاجة ربما تكون جاية في السياق لان برضه عشان نشوف تداعيات ايقاف حسين حجازي كانت ايه ولم يرضخ جعفر والي وكيف ظهر محمود مختار من رحم هذه الأزمة ليتعلم أول درس في حياته درس القيم كويس محمود حجازي اسمه حسين حجازي لما توقف الست أشهر عمل إيه اتقمص ومشي وخد معاه أربع لعيبة عشان يهد فرقة الأهلي بقى وراح على الزمالك كويس هو يقال ان هو في الاول عملها تهديده فقالوا له مع السلامه هو عمل كده فهو كان منين ما يمشي فرقه حجازي معاه فمشي لعيبه جمهور اربع لعيبه وطبعا عشان جمهور. ينبغ الخليفه محمود خليفه محمود. القيم والمبادئ وخليفه الكوره محمود بعد اهم لاعب بعد حسين حجازي التتش وربما حقق ما لم يحققه بقى في ثلاث دورات اولمبيه وكاس عالم واخد افضل لاعب في امستردام نتيجه غياب حسين حجازي وهو عنده 19 سنه 17 سنه في امستردام 28 كان عنده 17 سنه ايوه ما علينا يعني 17 او 19 إيه انا 23 سنه لا 23 28 هو مواليد 1905 8 23 سنه طيب هذا التسلسل معناه ايه؟ معناه انك انت لما بتنتصر ربنا بيكافئك وبيطلع لك ناس تكمل على قيمك بنفس المنظور واعتقد ان كان اكبر الخاسرين حسين حجازي من خروجه من النادي الاهلي وده برضه نقول لكل لاعبتنا سواء ايام الهوايه والاحتراف النهارده حقيقي خليكم في النادي الاهلي وكملوا عشان تبقوا من هذه القماطه التي يتحدث عنها التاريخ. جعفر والي باشا سلم عصا المبادئ لمحمود مختار التتش اللي خرج من رحم هذه الأزمة بتاعت حسين حجازي اللي ما قدرش يلوي دراع النادي الأهلي ولما خد الجمهور معاه وخد أربع لعيبة تقال معاه واتجه للزمالك هو خد جزء من الجمهور ما فيش حاجة اسمها خد الجمهور بس الناس اللي بتحب حجازي هتروح مع حجازي بس اللي بيحب الأهلي هيفضل يحب الأهلي واتخلق لك جمهور اكثر فخرا واكبر طبعاً عددا طبعا واكثر بس عايز اقول على اللي بيمشي ده اللي بيحب اللعيب صحيح اللي بيحب الاهلي بيبقى توهج بقى محمود مختار التتش بدا ظهوره على الساحه الاهلاويه كرمز اهلاوي كبير اعتزل حجازي بعدها بسنوات ولم يتولى اي منصب رياضي انتهى تاريخه عند كونه لاعب كوره بينما محمود مختار التتش مع نبوغه الكروي نبغ اداريا بشكل لافت جدا بقول لكم الدكتور عبد المنعم عماره كتير لما بقرا له بينسب الى محمود مختار التتش كموظف كبير في الشباب والرياضه وقتها انه كان ليه دور في صياغه اللوائح الرياضيه وبدايه التشريع
الرياضي. اعتزل محمود مختار التتش وهو في اتم لياقه واعلى مستوى. استنى انت ما جبتش بقى الاهم حاجه. لما مشي حسين حجازي وراح لعب في الزمالك ها جاء لقاء الاهلي مع المختلط. مختار التتش كان عنده 23 سنه. كان كابتن الفريق. كابتن الفريق. ايوه. ولعب بمجموعه من الناشئين. شوف الدرس يتكرر في كل ازمه. واستطاع صغار الاهلي بقياده لعب اربعه من الناشئين معاه. هو يعني 23 اعتبره مش ناشئ بقى. فلعب اربعه من الناشئين واستطاع كبار الاهلي هزيمه المختلط بقياده حسين حجازي. مين اللي خسر؟ المختلط. مين اللي خسر مع المختلط؟ حسين حجازي. حسين حجازي راح فاكر انه طب انا هخلص لكم على الاهلي ده، وخد اربعه لعيبه معاه، راح مطلع اربع ناشئين. فيطلع التتش اربع ناشئين ويروح يتحدى حسين حجازي ويكسبه. ويكسبه ويكسب للاهلي قيمه المبدا وتمسكه بانه ما حدش يلوي دراعه، وانك هتاخد قرار عقابي في الصح ضد لاعب ايا كان حجمه ايا كان اسمه، هتقدر تخلق البديل الافضل والانقى واللي اقدر على تمثيلك، عشان يقود مختار التتش منظومه قيم تاريخيه الحقيقه يؤسس بيها لناد بفعل هذه المواقف يا جماعه صار الاهلي الاكثر تتويجا بكل البطولات على مستوى العالم، علشان هذا البناء السليم في جذوره، الاساس اللي اتبنى قوي ده من هذه الرموز العظيمه هي ديت اللي خلقت البطولات. صدقوني عبقرية جملة الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، هو ده تفسيرها وهو ده مردودها الأول. تفتكروا محمود مختار التتش في الأربعينات بدأت حركة التهويد، حركة التهويد تحت مظلة الاستعمار البريطاني، الانتداب البريطاني في المنطقة كلها، بدأت الحركة الصهيونية ترمي شباكها على فلسطين علشان تبدا تحتل فلسطين وارض الميعاد، وكلام كتير قوي لا مجال لذكره. فطلع بضغط بريطاني وقتها طبعا قرار من القصر الملكي هنا في مصر انه مفيش فرق رياضيه او محدش يسافر لفلسطين. وقتها المساله بين مصر وفلسطين بتتكلم على دوله واحده تحت انتداب بريطاني، في قطر رايح جاي بيننا وبين غزه وبين رفح. صدر قرار منع سفر الاهلي لفلسطين. هنا الاهلي جات له دعوه، واذكر الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمه الله حكى لي بنفسه هذه الواقعه وكتبها في اخبار اليوم لانه كان ضمن الفريق اللي سافر. قال لي لما سافرنا في القطر الحربي مختار التتش حب خوفا من انه الفريق يتم القبض عليه وهو مسافر او الخبر يتسرب، فعملوا ايه يا باشمهندس؟ وزع اللعيبه على عربيات القطر بحيث لو اتقفش واحد اتنين تلاته منهم في عربيه محدش يعرف باقيهم موجودين في عربيه واحده، عشان ما يلفتوش النظر، لانه اولا ممنوعين من السفر، فخدوا موافقه سفر باسم فريق القاهره ويسافروا باسم فريق القاهره تلبيه لدعوه من انديه فلسطينيه، يروحوا بموافقه فؤاد باشا سراج الدين كان وقتها وزيرا للداخلية ونائب لرئيس الوزراء. فؤاد باشا سراج الدين وكيل النادي الأهلي وقتها، فساعد لاعب النادي الأهلي ومختار التتش انه ياخدوا تصريح بالسفر باسم فريق القاهرة، وتوزعوا في عربيات القطار الحربي ووصلوا الى فلسطين. فوجئ حيدر باشا هنا رئيس اتحاد الكرة ورئيس وزير الحربية واليور بتاع الملك، ففوجئ بأنه فريق النادي الأهلي بيلعب في فلسطين بدل ما كان راح يلعب مباراة لعب 3-4 مباريات، وتلمت الدنيا كلها. واحكي يا باشمهندس. احكي ايه؟ ما خلاص هو توقفوا بعد ما رجعوا، وبعدين كان شرط رفع الإيقاف أن يذهب الفريق بالكامل للاعتذار في اتحاد الكرة. الفريق بالكامل راح بعد ما عمل نجاح كبير، لان هم كسبوا فرق انجليزيه ويهوديه. هو كان الاهلي فالشعب اتلم عليهم. الاهلي كان بيلعب فرق يهوديه في مصر وبيكسبها، فكانت تطلع المظاهرات في فلسطين
شكل من اشكال الشعور بالقوه تحتفي. لذلك الاهلي جوه فلسطين له جذور وقاعده كبيره. فكان في اصرار، طب ما تيجوا تلعبوا عندنا بقى تدعمونا. الفكره وطنيه، ولم يكن مفهوما لماذا اعترض اتحاد الكره وقتها برئاسه حيدر باشا الا الانجليزي. فطبعا هم سافروا بالطريقه اللي انت قلت عليها دي، وراحوا يلعبوا ماتشات وديه، اتوقفوا. طيب عايزين الايقاف يترفع، اعتذروا، راح الفريق كله. ده خد بالك حاجه، كابتن نعمان قال لي اتقال الفريق يجي يعتذر، يسجل اعتذاره، ايوه، يكتب في السجلات انا بعتذر، سجل كده. فكابتن محمود مختار تيتش قال للعيبه اللي يروح ما يذكرش اسم النادي الاهلي بصفته الشخصيه، اعتذر انا فلان الفلاني عن مخالفه القرار. ده مهم النقطه دي. صح. انما قال جمله عبقريه، الاهلي سافر لفلسطين لواجب وطني، والاهلي لا يعتذر عن واجب وطني تفرضه عليه، عن لا يعتذر انه شارك في واجب وطني. انا شاركت في واجب وطني من منطلق قناعاتي. وزودها بقى، انت ليك قرار خد انت قرارك. زودها بقى. لا هو حصل ايه، اللعيبه كلها راحت، كله كتب اعتذر انا فلان الفلاني عن مخالفه القرار والسفر لفلسطين ويمضي اسمه، فلقوا السجلات ما فيهاش مختار تيتش. وده بقى اصل انت سمعتها من نعمان فتقدر تحكيها. الله يرحمه، الله يرحمه الكابتن، قال لي الناس كله راح وكله سجل، لانه كان واحد من اللي سافروا وخلفه واعتذر لانه عسكري برضه. لاحظوا انه حيدر باشا قال لك التيتش ما جاش، وطبعا ده حيدر باشا رئيس نادي الزمالك، وده ورئيس اتحاد الكوره، وده التيتش قيمه الاهلي والراس الكبيره. فبعتوا انذار اتحاد الكوره، راح بعت انذار لمختار التيتش، قدامك مش عارف يومين، ان ما سجلتش اعتذارك وابديت رايك فيما حدث هتتعرض للشطب. فقام ردد عليه ببرقيه السيد حيدر باشا كذا كذا كذا، لا يشرفني الانتساب للاتحاد انت رئيسه، يعني اشطب. لا، قال ذهبنا الى مهمه وطنيه، لا يجب الاعتذار عن ان احنا عملنا عن هذا السلوك يعني. ولا يشرفني الانتساب للاتحاد انت رئيسه، وكنت انت عايز تشطبني عشان انا خدت الفرقه ورحت اادي واجب وطني، وانت خاضع للانجليز وبتنفذ رغبه انجليزيه في ان انا ما اقومش بواجبي، والنادي الاهلي ما يقومش بواجبه في مسانده الشعب الفلسطيني في رفض حركات التهويد الاولى، لا انا مش فارقه معايا، وما يشرفنيش اكون في الاتحاد اللي انت رئيسه. طبعا ده كان موقف شديد التاثير في صناعه قيمه مختار التيتش. شوفوا بقى لما الكابتن مختار التيتش يعمل الكلام ده وبين الناشئين، وفي الصوره من بعيد جاي واحد زي صالح سليم، زي ما الكابتن مختار التيتش طالع ناشئ شاف جعفر والي باشا بيتصرف ازاي وبيحافظ على قيم او بيرسي قيم اولى ومبادئ اولى للنادي الاهلي يا باشمهندس. ما تحكي اخر الموقف بقى برضه مشابه قوي للي اتعمل في الثمانينات. كان التيتش في اسكندريه. طيب. وكان الاهلي هيروح يلاعب النادي الاولمبي، فقال لك اروح ازور الفريق. وكده بره المسؤوليه وما عندوش حاجه. بس كان صاحب كلمه في النادي الاهلي. فراح يزور الفريق. ما لقاش حد في اوضته. ما لقاش حد في اوضته، ما لقاش المفاتيح. فراح متصل بالنادي. وقال لهم الوقت متاخر واللعيبه مش في اوضها وسهرانين ليله المباراه. وطلب قال لهم العبوا بالناشئين. واللعيبه دي الكبيره دي قال لهم ابعتوا لي فريق ناشئين. وانتظر عودتهم الى القاهره، هو بيقول لهم انا انتظر عوده اللاعبين دي الى القاهره. وقعدهم الى القاهره ولعب الناشئين. مساله ان ده في الستينات. يعني في الستينات، وهو الراجل توفى في 65، فانت بتتكلم مش على واحد في الستينات ولا ايه؟ في الستينات وواحد بره الصوره يعني. بس هو المشكله انه شوفوا غيرته على النادي الاهلي، هو في اسكندريه زاير اسكندريه ورايح يبص يشوف وضع الفريق عامل ازاي. موقف تاني كان يمشي كده يدي قرار، كل الناس تحترم اي كلمه تطلع من بقه. كان احترامنا للرموز واحترامنا لاصحاب القيم. طيب.
حتى لو اختلفنا معاه وازاي النادي الاهلي كله ورا قرار صح. مفيش وقت، في ساعات قرارات لا تحتمل الديبيت والاختلاف حواليها. الفرقه تروح وبعتوا ناشئين ويحصل وتخسر، ايه المشكله؟ لمجرد ان راح يسلم عليهم في الفندق فلاحظ ان المفاتيح مش موجوده، المفاتيح موجوده في الريسبشن. فايه اللي بيدخل بياخد مفتاحه ويطلع اوضته، شايف المفاتيح كلها موجوده، امال الناس دي فين؟ قالوا له بره. بره الساعه كام؟ ازاي في فريق سهران بره في اسكندريه دلوقتي؟ فراح مكلم النادي، ابعتوا لي فرقه ناشئين. لا شوف النادي بقى، هو يعني النادي استجاب له على فكره، مفيش استغراب، ده معتبر ده مساله طبيعيه جدا. ده المفتش مش النهارده جه لك تليفون يقول لك في واحد سهران في 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 في, في الحته الفلانيه للفجر لازم يحصل حاجات زي كده دلوقتي. المهم الموقف كمان اللي جاي ده، واحد من اللعيبه المهمه والنجوم الكبار قوي حصل خلاف بينه وبين عضو في النادي فاعتدى عليه واهانه، اخطا في حقه يعني. التتش معدي او عرف قال له اقعد في بيتكم شهر ما تخشش النادي. فكده والاهلي يعتمد القرار، حتى لو كنت حارس اسطوري ما تفرقش معايا. ده انا مره انا شفت الموقف ده، كان الكابتن محب يوسف راجل شيك قوي. فكان لابس بلوفر اصفر كده وهو عينيه خضر واسمراني حاجه شياكه كده وقامه. فالتتش معدي بص له كده، لبست لي الاصفر والله ما انت نافع. كان معتذر ازاي تلبس لون يخطف الابصار. انت كده عايق. فادي المعايير اللي كانت بتحكم النادي الاهلي. ويحكيها كابتن محب يوسف ما تضايقش منه بان باعتزاز، ويقول لك شوف شوف التتش ويضحك. شوف التتش قال لي ايه وبتاع، يعني هو منبهر ان هي دي القيم في حب الاهلي، والقيم اللي حافظت على الاهلي، والقيم اللي ما تسخروش مننا وتقولوا مزودينها. احنا مش مزودينها، احنا خايفين وعايزينكم كلكم تخافوا. يا اللي بتحبوا الاهلي، يا اعضاء الاهلي، يا جماهير الاهلي، يا كل منتمين النادي الاهلي، الفظوا كل دخيل يستهتر بهذه القيم ويحاول يغيرها. الفظوه، المخترقين مش هيحبوا الاهلي، انتوا اللي هتحبوه. عشان كده هذه المواقف التاريخيه وهذا الانحياز الكامل للقيم والمبادئ خلت مجلس إدارة النادي الأهلي في 17 يناير 56 يمنح الرئاسة الشرفية للزعيم جمال عبد الناصر. النهاردة 28 سبتمبر ذكرى رحيل جمال عبد الناصر. شوفوا المفارقات في الأرقام كلها. 28 سبتمبر 70 توفي الزعيم جمال عبد الناصر. لكن كمان ده واحد من رؤساء شرف النادي الأهلي اللي منحوا مجلس إدارة النادي الأهلي الرئاسة الشرفية في 17 يناير 56. شفتوا نادي الوطنية في جذوره مش محتاج لا يافطة ولا محتاج كلمة، فقط مواقف ومبادئ تتحدث عن نفسها. اللي حاصل في سوسة، البعثة بعد ما وصلت، التشكيل ممكن يبقى أخباره إيه يا باشمهندس؟ راحت الكابتن حسام البدري للفريق. كل تفاصيل سوسة بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد. الاهلي من تحدي الى تحدي يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، الفتره الجايه بقى من تحدي الى تحدي. الفتره الجايه بنتكلم على تونس. احنا طبعا كنا مستنيين ان العربيه توصل قبل كده بتاعه الاتوبيس اللعيبه عشان ناخد وقت اطول، لكن يا رب نلحق نتكلم مع امير هشام نعرف اخر مستجدات ايه، لان معظم الاخبار اللي هنقولها قيلت طول اليوم. انما احنا هنخش في جوله، لان الاهلي فعلا قدره ان يعيش هذا التحدي. يعني انت الترجي رايح من منطلق صعب جدا، متعادل هنا ورايح هناك وبتقول هكسب. كل الشحنه الناس خافت ان يكون فرغناها في ماتش الترجي، لكن احنا كان علينا بقى ان احنا ننتظر في تونس نعيد شحن هذه الشحنه من جديد، لان في تحدي لا يقل خطوره واهميه ويفوق في النتائج، لانه هيوصلك الى النهائي. ماتش النجم الساحلي اللي احنا ما لناش السطوه المطلقه عليه، يعني النتائج متقاربه، واخد بالك؟
فإن الأهلي ينتقل من هذا التحدي من الترجي المصنف الأول في تونس إلى المصنف الثاني أو الثالث، يعتبر الثاني دلوقتي في تونس، الصفاقسي وفي سوسة وعلى ملعبه، ده تحدي كبير جدا يفوق. مش بنقارن بقى بتقل فرقتين، إنما التحدي ده أصعب من ده، لأن ده بكل الدوافع موجودة عند النجم الساحلي. دي لقطات مش من تدريب الأهلي النهاردة، هنبتدي بقى نعيش الظروف. يعني اتمرنوا في تونس وانتقلوا إلى سوسة ووصلوا الآن. وصلوا الآن، هما دلوقتي زمان طلعوا وضعهم أو بيطلعوا، بمجرد ما تستقر الأمور عايزين نعيش الظروف وآخر الأخبار، أخبار عن إصابات، أخبار عن خلافات، أخبار عن جاهزية. لازم نعرف كل الكلام ده، وهو ده مش هيسمعه غير في اللحظة الأخيرة مننا كل الأخبار، ولا يعلو صوت منذ هذه المعلومات لحد المباراة بإذن الله عن صوت هذا اللقاء. البدري بينهي مران الأهلي بتقسيمة قوية. يمكن كان الكابتن حسام البدري في مباراة الترجي نفذ كل أموره التكتيكية في القاهرة قبل ما يسافر، لكن مباراة النجم كتب عليه أنه يعمل كل حاجة في تونس. شارك في التقسيمة كل اللعيبة اللي كانوا موجودين في التمرين، ظهروا بحالة جيدة جدا بدنيا وفنيا ومعنويا. بدأ الكابتن حسام يدخلهم في أجواء التركيز الشديد بقى، خلاص المداخلات التلفزيونية خلصت، المكالمات، التعليقات، التعقيبات، كل الأصداء اللي لحقت أو تبعت مباراة الترجي انتهينا منها ودخلنا في أجواء سوسة. حصلت جلسات استشفاء للاعبين قبل المغادرة النهاردة في تونس، عمل جلسات استشفاء في مغطس بالتلج تجنبا للإجهاد. الحقيقة الشعلاني المدرب الأحمال البدنية قايم بدور مهم جدا في تجهيز اللاعبين، والكابتن حسام البدري حتى بعد المباراة الأولى مباراة الترجي وجه الشكر لأنه التجهيز البدني كان عالي المستوى. حسام عاشور والشيخ يعني غابوا عن مران النهاردة. حسام عاشور نتيجة كدمة بسيطة جدا أو جزع في أربطة الركبة، إن شاء الله تكون بسيطة ولا تعيق مشاركته في المباراة. بينما أحمد الشيخ أصيب بإجهاد أيضا في عضلات الظهر ولم يستكمل المران امبارح. كابتن سيد عبد الحفيظ قال إنه الاثنين هيتدربوا في الجيم وخضوع للساونا بالإضافة إلى بعض العلاجات علشان يحاول الجهاز الطبي إن شاء الله إسعاف الاثنين ودخولهم المباراة. يعني أخبار الأخبار رصد خمس أوراق رابحة تراها أوراق مؤثرة في المباراة. أنت تتفق علي معلول ورقة رابحة مؤثرة؟ ما هو هتستند إلى عناصر تفوق ماتش الترجي بالضبط، وجونيور أجاية طبعا، وعبد الله السعيد صنع السعادة، وأزارو باعتبار مهاجم ظهر بحالة جيدة، يعني وأحمد فتحي رجل المهام المتعددة وقلب الأسد الدائم. أنا عايز أتوقف عند عبد الله السعيد. أيوة، لما النهاردة حسن واندا يقول كان تركيزنا مع منتخب مصر أن نقضي على خطورة عبد الله السعيد فنقضي على خطورة الفريق المصري. واخد بالك؟ فهي يبقى والنبي بلاش حبايبنا واخواتنا الأهلوية يؤذون أكتر مما يؤذينا الخصوم. بكل الكلام هذا لاعب يراه كل النقاد، كل المدربين مهم، عايزين كل المؤازرة وكل الدعم لكل عناصرنا وكل الثقة. فأزارو وعبد الله السعيد طبعا، أجاييه عايش فترة من التألق، أحمد فتحي فارض نفسه على الجميع وفرض الاحترام على الجميع، وعلي معلول بالعمل وفي الماتش اللي فات يا رب يكرره بدون اخطاء الشوط الاول طبعا. الاهلي في استاد المنزه او في الاهلي في سوسه، وليد سليمان وازارو سعد رجعوا للخدمه وشاركوا في التدريبات، لكن في النجم دليل الاهلي لنهائي افريقيا زي ما بتقول الجمهوريه، وقالت انه تم اغلاق صفحه الترجي تماما وانه تم التركيز باوامر البدري في اجواء مباراه النجم.
البدر بيفاضل بين سعد ونجيب للعب بجوار ربيعة أمام النجم. والحقيقة اختيار أنا سعيد أنه يبقى الثلاث سردباكات أو قلب الدفاع، ثلاثي قلب الدفاع جاهزين، بحيث أنه محمد نجيب راجع من ركنة لفترة ما شاركش من فترة طويلة، لكن لما خد لسبب اضطراري وهو إصابة سعد سمير قبل مباراة الترجي في رادس، ظهر نجيب في أفضل حالاته، لدرجة أن الناس شايف أنه ممكن يبقى فيه مفاضلة مين اللي يلعب جنب رامي ربيعة، هل نجيب ويستمر في الدفعة اللي خدها من رادس، ولا سعد سمير بعد تماثله للشفاء. الحقيقة القرار يا باشمهندس طبعا قرار حسام البدري، وهو طبعا في كل، هو مين المدير الفني، هو قراره في الأول. لا المفاضلة حسب ظروف المنافس كمان. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله بقى، مين المهاجمين اللي كانوا في الترجي، ومين المهاجمين اللي هتلاقيهم، ومين الأنسب في اللعب عليهم، مين السمات بتاعة المدافع. يعني انت لو مهاجمين يمتازوا بطول القامة هتلاقي اصحاب المهاجمين يمتازوا بالسرعة، هتلاقي اللي بيمتاز بالسرعة، لو كله الثلاثة متساويين يبقى حاجة جميلة، اي اتنين هيسقدوا. الجهاز بيحذر اللعيبة طبعا من الانذارات، انتوا عارفين ان الانذارات مع التأهل للدور الثاني بتبدأ تتلغي الانذارات، اللي صعد الانذارات بتطلع معاه، فجهاز الطب الفني وجه انذارات للعيبة اللي عندها انذارات، وطالبهم بالتركيز الشديد جدا في عدم الوقوع في اي اخطاء. انا بقى دي يا ابراهيم عايز اتوقف عندها لحظة بسرعة، الستة بقى انا هقول لك الستة، الستة اللي ممكن يكون قلق انه اي حد ياخد انذار يغيب نجومه عن مباراة برج العرب، وليد سليمان واحمد فتحي ومؤمن زكريا وشريف اكرامي وحسام عاشور وجونيور اجاييه، ده تحذير خاص ليهم بعد ما خدوا بطاقات صفرة في مباراتي الترجي في برج العرب ورادس. زي ما انا شايفك كده لو انا مدرب النجم هلعب على اني البسهم انذارات. طبعا ممكن استفزهم، اتحرش بيهم، حد منهم يتصرف بعصبيه عشان اتفاداها، اكون انا منبه على الحكم، ده انا بيعمل اذا منبه على الحكم، ما انا اجي جنب الحكم مثلا وانا لعيب ده بيسبني، ده بيشتمني، خلي بالك من ورا ظهرك بيشدني، هتبص بس لو مره في الثانيه هيلبسها، مره في الثانيه هيبص هيلبسها. فانت لازم تصرفاتك تبقى محكومه قوي وتحت السيطره قوي، كل لعيبتنا عشان انت هو هيعمل عايز يلبسك الانذار اللي انك انت ما تلعبش قدامه في مباراه العوده. وكلهم لعيبه مهمه صحيح، يعني كل واحد منهم لعيب مهم. وكل لعيبه الاهلي مهمه، بس دول القوام اللي اصبح النهارده بتتكلم انه رئيسي تقريبا. المفارقه بقى في اللعب ضد العواطف، علي معلول التونسي بيحاول اثبات قدرته على الفوز على ابناء بلده، يقود الاهلي للفوز على الترجي ويسافر لسوسه عشان يقود الاهلي ان شاء الله تعالى للفوز على النجم. هو طبعا ابن الصفاقسي، يعني اصلا مشاعره لا مع الترجي حتى لو كان عنده عرض من الترجي قبل كده، لكن هو ابن الصفاقسي، ابن مدينه صفاقس، ابن المنتخب يعني هو. فانت متخيلين انه عمرو مرعي اللاعب المصري نفس الموقف، ابن انبي نفس الموقف، وجد نفسه بيقود فريق النجم الساحلي للفوز على الاهلي الليبي اللي بيقوده طلعت يوسف، فيخلص منها، يخلص من طلعت يوسف، يدخل في تحدي مع لعيبه النادي الاهلي. وكان في حوار في الاهرام مع عمرو مرعي، قال الراجل انه مواجهه الاهلي صعبه جدا، وانه الاحتراف الاوروبي بالنسبه له حلم مؤجل، لكنه المدافع اللي بتعمل له حساب طبعا حافظ فرقه الاهلي عن ظهر قلب، زي ما مدافع الاهلي حافظينه هو الاخر برضه. قال ان احنا عندنا تقدير كبير جدا في النجم اللي فريق النادي الاهلي، ومفيش مدافع بعينه في فريق الاهلي اخشى ان هو يراقبني، لكن كل الفريق بالتاكيد بنعمل له الف حساب. ازاي تابعت فوز الاهلي على الترجي والصعود ليكم؟ قال بالامانه فوز منطقي جدا، الاهلي الافضل والاقوى، وفوزه على الترجي كان منطقي وطبيعي. طبعا بكل الفهم الطبيعي انه الراجل يتمنى انه يسجل لفريق النجم ويقوده، وهي دي الرياضه، وهو هي دي الروح الرياضيه، لو اي حاجه غير كده نبقى مش امنا خالص، وبنتكلم في اي حاجه غير الرياضه وغير الكوره. اي لعيب بينتقل لنادي حتى ضد ناديك يا سيدي طبيعي طبيعي يعني، وكل اسئله يعني انا اقدر لو انا مش عمري مرعي هجاوب عليه بنفس الطريقه.
قبل المواجهه الحاسمه ضد الاهلي الشرميطي المهاجم التونسي الدولي مكانه مهدد لانه عنده بعض الظروف مع الفريق او مع الجهاز الفني فقد يخسر مقعده في تشكيله الفريق. هو نفس الشرميطي لا يعيش احسن حالات اوقاته. لكن انا عايز اتوقف بقى، عايز انتقل الى صحيفه الصباح التونسيه لان الموضوع ده انا عايز اشكر صحيفه الصباح والمدرب سيف الغزال. سيف الغزال الصباح: الاهلي المصري لا يخفنا وسنعيد سيناريو 2007. احيانا يبقى مشكلتك انك تخرج لعيبتك من حاله النشوه وتدي لهم حوافز جديده. ايوه. ولا اجد خيرا من تصريح مدرب يتعالى عليك. هذا تعليق متعالي: سنعيد سيناريو 2007. بس 2007 انت كان معاك العرجون، انت عارف انه هيبقى في عرجون جديد. هي دي المشكله. لن وانت في 2007 ما كانش هيبقى عندك انجاز في 2007 لولا العرجون. بدليل انه في سوسه الاهلي تعادل 0-0. لا، والماتش السيناريو بتاعه سيناريو عجيب جدا يعني. عرجوني عرجوني. فانا اشكر جريدة الصباح انها استدرجت اخونا سيف غزال وقال هذا التصريح لعله يكون اكبر الحوافز. يعني لو انا من كابتن حسام البدري زي ما كان اروح حاططها لهم كده، ها، على الدولاب بتاعهم الزقها: سنعيد سيناريو 2007، واقول لهم اتصرفوا. 2007 يا جماعه عشان نفكركم، الاهلي بيتعادل مع النجم في سوسه 0-0، وظنها الكثيرون انها قد دانت خلاص. الاهلي انت بتلعب النهائي هنا في القاهره، كره القدم العرجونيه والحكم المغربي عبد الرحيم العرجون يحرم النادي الاهلي من ضربتي جزاء، يطرد عماد النحاس، يتقلب سيناريو المباراه عشان يخسر الاهلي 3-1. لكن يمكن ضربتين الجزاء العرجونيتين اللي حرمنا منهم الحكم المغربي جاهزين معانا وهنفكركم بيها علشان سيناريو 2007 اللي هم بيستخدموه يعرفوا انه ما كانش سيناريو سليم. مش كده؟ ادي ضربتين الجزاء. انت بتاعت ابو تريكه دي وشديد. بص ابو تريكه جريمه جريمه، يا ريت تتعاد تاني بالبطيء. هتتعاد بالبطيء طبعا. شوف اهي يا باشمهندس. شايف؟ ما لعبش على الكوره، ملوش دعوه بالكوره خالص. يعني لم يذهب الى الكوره. والعرجون وراهم. شايف؟ لا ده بتاع شديد بقى العرجون. شوف العرجون فين؟ عند اللعب. وشوف العرجون بيجري ورا شديد، كان عايز هو اللي يشد شديد. ايوه. ما نشوف بتاع شديد بقى. يا سلام عليك وعلى ثقتك في نفسك يا عرجون. معلم. بص اهي زقه بعرقله بالرجل يا جماعه. ايد ورجل. ده تحكيم في المباراه النهائيه. ايد ورجل. ده تحكيم في فاينل افريقيا. يعني ايه؟ يعني مش مدي فرصه للخطا. ايد ورجل. ومفيش كره خالص. ما راحش ناحيتها. ده مستوى تحكيم في نهائي افريقيا. تونس الرقميه اكدت انه في دفعه معنويه. فين بتاع للنجم. شديد يا حبيبي. دفع معنوية. مش مشكلة. دفع معنوية للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي. وأكد الجهاز الطبي للنجم الساحلي أن المدافع رامي البدوي سيكون جاهزا لمباراة الأحد، وأنه تشافى من إصابته، وأنه النجم الساحلي في تربص. تربص في تونس يعني معسكر، وهي بالمعنى اللغوي صحيح، حد بيتربص بحد. فما دام بيقيم له تربص يقول لك أقام تربصا خاصا للأهلي، يعني دخل في معسكر خاص للاهلي. التشيك فرانز اشتراكه بقى المدير الفني لنادي سموحه له تصريحات اشاد فيها بمستوى النادي الاهلي، وقال انه بالشروط اللي ممكن الاهلي يضمن بيها التتويج الافريقي باذن الله تعالى، قال لاستاد الهدف عبر اذاعه الشباب والرياضه: الاهلي في طريقه الى تحقيق دوري ابطال افريقيا، لكن عليه ان ياخذ الامور بجديه ويلعب بمنتهى القوه. وقال انه روح النادي الاهلي وطريقه الاداء وتركيزه تكفل له باذن الله تعالى الفوز ببطوله افريقيا. وتقريبا نفس الكلام اللي قاله مانويل جوزيه
المدير الفني السابق للنادي الاهلي اللي قال للاخبار انه الاهلي قادر على التتويج باذن الله تعالى بالبطوله الافريقيه والسفر الى كاس العالم للانديه. الاهلي والنجم مواجهه من العيار الثقيل، الفرقتين عندهم تاريخ افريقي حافل وجيد. الاهلي حافظين انتو تاسس 1907 بيرأسه المهندس محمود طاهر ويقود فريقه الكابتن حسام البدري. النجم الساحلي تأسس 25 بيرأسه رضا شرف الدين والفرنسي هوبر فيلود المدير الفني. ماذا في سوسة؟ أخبار الأهلي وبعثة الأهلي بعد وصولها إلى سوسة. معنا من هناك موفد قناة الأهلي أمير هشام. هنرجع نتواصل مع أمير هشام. احنا كنا حفظنا الترجي التونسي يا باشمهندس في مواجهتين مع الأهلي. طيب بطولات الأهلي ماشي 132 بطولة متنوعة، الأهلي يسعى إلى اللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا. ماذا عن النجم؟ النجم الساحلي حاليا في الدوري التونسي بيحتل المركز الثاني، هو والترجي كل نادي لعب أربع مباريات في الدوري التونسي. الترجي كسب الأربع مباريات وبيتصدر ب 12 نقطة، النجم الساحلي أيضا فاز أربع مباريات، ده اللي يخلينا فنيا لازم ناخد بالنا، ولازم يكون عندنا حذر شديد جدا واحترام خاص لهذا الفريق، لأنه زيه زي الترجي، يمكن كورته فيها بعض السمات المختلفة شوية عن الترجي يا باشمهندس، لكن حقق أربع مكاسب. لا كورته أرزل. ما هو في فرق، هو انت لما بتلعب الزمالك بتبقى مباراه ممتعه وفيها كوره وفيها فرص اهداف، ساعات بتلعب فرق مش متصنفه زي الزمالك بتبقى اصعب بكتير. تروح سوسه؟ يلا نروح سوسه. نروح سوسه، امير هشام موفد قناه الاهلي، اتفضل يا امير. يا كابتن عدلي، تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص بالفعل وصل فريق النادي الاهلي هنا لمدينه سوسه في اطار الاستعداد لمباراه نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا امام فريق النجم الساحلي. خلينا اقول لك يمكن المسافه من العاصمه تونس لسوسه يمكن كانت حوالي 180 كيلومتر، استغرقنا في طريق حوالي ساعه ونصف، لكن يمكن فندق الاقامه مش نفس مستوى فندق الاقامه اللي كنا فيه في العاصمه تونس. يمكن هنا في حياه اكتر شويه، ما فيش الهدوء اللي كان متوفر في الحقيقه في فندق الاقامه اللي في العاصمه تونس اكيد. لكن بشكل عام خلاص الفريق وصل، هيبتدي الاستعداد ان شاء الله من خلال مران بكره وبعد بكره ان شاء الله لهذه المباراه المصريه امام فريق النجم الساحلي، وهي اولى مباراه دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه طبعا خلاص لوصول الفريق لسوسه. لكن خليني اقول لك بقى كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم فيما يخص فريق النادي الاهلي النهارده ومران الفريق النهارده، يمكن النهارده كان في مران مهم جدا قبل التحرك لمدينه سوسه، وبالتحديد كان مران في ملعب الجامعة الخاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم. المران كان بالتحديد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت تونس، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. مران يعني كان في بعض الجوانب البدنية، بعض تدريبات الكرة القوية، مع نهاية المران طبيعي كان في تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا، تألق كل من عماد متعب وليد سليمان أدى تدريبات بشكل جيد جدا. كل لاعبي النادي الأهلي يعني يمكن خلاص لاقين سواء من الناحية الفنية أو الناحية البدنية للمشاركة فيها هذه المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله للنادي الاهلي عشان تكون او تدي اريحيه للفريق ان شاء الله قبل مباراه العوده في الاسكندريه. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن بعض لاعبي النادي الاهلي، بالتحديد حسام عاشور. حسام عاشور يمكن زي ما احنا عارفين امبارح تعرض لكدمه في مران الفريق بالامس مساء، طبعا كان اثر تدخل مع صالح جمعه. يمكن حسام عاشور حالته مطمئنه شويه، النهارده اطمنا على حسام عاشور بنسبه كبيره ان شاء الله هيلحق المباراه، يعني نسبه يمكن تفوق ال 70%
الفنيه. حسام عاشور ان شاء الله ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي ان شاء الله يوم الاحد القادم. حسام عاشور حالته جيده وفي تحسن مستمر، وده اللي اطمننا عليه من خلال دكتور خالد محمود ده طبيب الفريق. بالنسبه لاحمد الشيخ، احمد الشيخ عنده تقلصات في عضله القطنيه في اسفل الظهر، طبعا يمكن حالته لسه ما اتحسنتش شويه، لكن في احتمال ايضا ان هو يكون لائق لخوض هذه المباراه او يكون متاح لحسابات الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري لهذه المباراه. دول يمكن هما الاثنين المصابين الوحيدين بالنسبه في صفوف النادي الاهلي، لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير جدا لاداء هذه المباراه ان شاء الله وتحقيق نتيجه ايجابيه. كل لاعبي النادي الاهلي عندهم حاله من الاصرار، حاله من العزيمه ان هم يكملوا المشوار، خصوصا ان احنا خلاص وصلنا لمرحله متقدمه جدا في البطوله. ده كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين، اكيد طبعا اكيد كلام مهم جدا، واكيد بيحاول طبعا من خلال هذا الحديث مع اللاعبين ان احنا خلاص وصلنا لمرحله متقدمه في هذه البطوله، بالتالي لازم ان احنا نواصل ان شاء الله نحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هي بطوله غائبه بشكل كبير عن النادي الاهلي بقى لها 4 سنوات. لكن خليني اقول لك سريعا كابتن ابراهيم ويا كابتن عادلي، معايا في هذه اللحظات دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي. دكتور ياسر برحب بيك. اهلا وسهلا، وبرحب انا بالاستاذ عادل قيي والصديق ابراهيم منيسي. قول لي الاجواء شايفها ازاي هنا في سوسه قبل مباراه مهمه جدا زي مباراه فريق النجم الساحلي؟ والله الاجواء مرحبه جدا، يعني انا نزلت اول ما وصلنا نزلت في الشوارع حوالين الاوتيل، الناس مش عايز اقول ممتنه او فرحانه انه الاهلي كسب الترجي. فيعني هم هنا عندهم المنافسه صعبه ما بينهم وبين بعض، عندهم حساسيه مبالغ فيها يعني بشكل ما، لكن الناس مرحبه جدا بالاهلي. كذا حد في محل، في بياع، في سواق تاكسي يقول لي انه احنا سعداء انه الاهلي كسب الترجي، وان احنا هنلاعب الاهلي ونتمنى الفوز عليه، لكن اذا فاز علينا وخد النهائي مش هنبقى متضايقين قوي يعني. واللعيبه عندهم الروح العاليه والاصرار اللي احنا متعودين عليه من كل من ارتدى الفانيلا الحمراء، الاداره كابتن حسام البدري، كابتن سعد عبد الحفيظ، يعني كل الناس مهتمه جدا ومتحمسه ومتوقعه نتيجه طيبه دون تعصب دون تشنج او انفعال، والامور هاديه على عكس ما بعض الناس بتحاول تسخن او تشعل او تصنع او تخترع الازمات للنادي الاهلي قبل هذه المباراه. كانت القضيه الاساسيه هي انه بعض الناس اخترعت حكايه الخلاف بين كابتن حسام البدري وكابتن صالح جمعه، واعتقد انه انا وحضرتك كنا موجودين في الملعب، كانش في اي خناقه، كانش في اي موضوع متأفور قوي بصراحه، يعني بالعاميه كده الموضوع واخد حجم اكبر من حجمه. وبعدين كان بعض الاشقاء التوانسه متضايقين جدا النهارده ان في احد المواقع المصريه ما قالوش على اسمه يعني كتب انه النادي الاهلي اصطحب الطباخ الخاص بالنادي في رحلته الى تونس لملاقات النجم الساحلي خوفا من غدر التونسيين. وعباره يعني او حكايه غريبه جدا، يعني الاهلي اولا بيستعين يعني الطباخ الخاص به زي اي نادي اوروبي بيسافر في اي رحله، لكن لا التوانسه غدارين ولا الاهلي خايف من الاكل التونسي، ولا يعني كانوا في تونسيين منزعجين. انا بس كل ما اطالب به انه الناس تتحرى الدقه، مش علشان الدقه لكن علشان ممكن تصنع ازمات من لا شيء، واحنا كلنا حتى كعرب وكرياضيين في غنى عنها. رؤيتك بقى المباراة ان شاء الله مباراة مصيرية، مباراة مهمة للنادي الاهلي ان شاء الله تكون خطوة مهمة نحو التأهل للدور النهائي، شوف هتشوف المباراة ازاي ورؤيتك ليها؟ هو انا اعتقد انه الاهلي وصل يعني مش متأكد الرقم بالظبط 13 او 14 مرة للسيمي فاينال البطولة الافريقية، ما خدش البطولة فيهم الا 3 او 4 مرات، لكن اظن ان الاهلي لما يخسر يخسر في البدايات. الاهلي ليس فريق او ليس الفريق الذي يخسر في النهايات، يعني هو الاهلي حينما يتخطى نصف المشوار بيكمل المشوار. فيعني انا اتمنى واتوقع
رغم ان الكره ما فيهاش هذه الثقه يعني انه ان شاء الله الاهلي يفوز بالبطوله. استاذ امير من فضلك اسال لي يا دكتور كابتن عدلي عايز في اي استفسار اتفضل. انت وجه له يعني نقل له سؤال اولا بنرحب بيه وكويس انك لقيت حد زي الاستاذ ياسر يقدر يطمنا من منظور الناقد الرياضي. عايزين نساله ماذا عن درجه التركيز وهل فعلا اجواء وظلال مباراه الترجي خلاص انتهت وكانها لم تكن وان احنا رجعنا شحرنا البطاريات بنفس طريقه ما قبل لقاء الترجي ولا لسه الامور ما عادتش الى التركيز الكبير لان من المهم جدا استعاده هذا التركيز. وسؤال تاني بعديه هل الاشاعات بلاش نقول المشاكل اللي موجوده اللعيبه واصله لهم وعمالين بيتكلموا فيها ولا المسائل دي في عزل تام للعيبه عن هذه الاجواء؟ كابتن عدلي وكابتن ابراهيم بيرحبوا بيك وبيحيوك طبعا، لكن هم بيقولوا ان انت فرصه معانا نتكلم عن اجواء الفريق وهل شايف ان في تركيز واضح على لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله قبل هذه المباراه، وهل النادي الاهلي انتهى تماما خلاص من نشوه الفرحه امام فريق الترجي التونسي؟ يمكن فوزنا اكيد فوز كبير وفوز مهم. وايضا السؤال الثاني هو فيما يخص الاشاعات اللي طالعه على بعض الخلافات اللي ممكن تكون متواجده في الفريق وهي اشاعات مغرضه اعتقد، لكن هم عايزين يسمعوا وجهه نظر حضرتك في السؤالين دول. يعني الفريق بيعيش حالة من الاستقرار النفسي والفني بشكل ملاحظ جدا وقوي جدا. يمكن الحسنة أو الميزة الحقيقية والأولى لبقاء النادي الأهلي في تونس بعد انتهاء مباراة الترجي هي انتهاء الفرح. يعني أنا كنت أتوقع أنه لو النادي الأهلي رجع تاني يوم الفوز على الترجي كنا قعدنا 3-4 ايام في هذه الافراح والاحتفالات. يعني الميزه الاولى الحقيقيه لبقاء الاهلي في تونس هي انعزاله عن فرحه الناس الطاغيه في مصر، فدي الفرحه ملهاش وجود. يعني لانه النادي الاهلي تاني يوم دخل معسكر، يمكن حتى اللعيبه كانت بتشكو انها يعني كان نفسها ترجع او انها، بس كله استجاب وكله اقتنع وكله انشغل بالتدريب. انا شفت التدريبين للنادي الاهلي في تونس بمنتهى الجديه بمنتهى الاصرار، وانا مع اللاعبي الاهلي في طوال الطريق من تونس العاصمه الى سوسه. اللعيبه مركزين، يعني انت تبتدي تقلق لما تحس ان اللعيبه يا اما فقدوا التركيز يا اما بداوا يشعروا ان هم في رحله ترفيهيه، لكن انت حاسس ان انت امام يعني كتيبه من المقاتلين دفاعا عن فرحه جماهير النادي الاهلي. فمفيش مشاكل، مفيش خلافات، اللعيبه حتى بدات او مش بدات، يمكن انا اللي بدات اكتشف الوجه الاخر لحسام البدري. حسام البدري يمكن بيتميز بانه جديه طول الوقت وصرامه تعابير وجه، لكن حسام البدري انا اكتشفت في هذه الرحله انه بعيدا عن الاضواء الكاميرات بيبقى مع اللعيبه شخص اخر تماما. اعتقد انه زي ما جمهور النادي الاهلي افتتح علاقه جديده مع كابتن حسام البدري في التدريب الاخير قبل السفر في استاد التتش وهتف له ونادى عليه بمنتهى الاحترام ومنتهى الحب، اعتقد ان دي في مرحله جديده. ولو ان اللي مش جديد انه الاهلي هو النظام، هو الالتزام، هو الجديه، هو الفرحه. لما تحب تثق في شيء دور على الاهلي، لما تحب تتفائل بشيء دور على الاهلي، لما تحب تحب هو الاهلي. اخيرا واحنا في العد التنازلي الخاص بمباراه الاهلي والنجم الساحلي ان شاء الله، خلاص متفائل ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في مباراه الذهاب؟ انا زي ما قلت لك انا يعني عارف الكوره ضد المنطق وضد الحسابات وضد التوقعات، لكن انا يعني عندي احساس كبير جدا انه هذه البطوله للاهلي وان شاء الله نكسب النجم، نكسبه يعني في المباراتين ونلتقي اما مع اتحاد العاصمه الجزائري او الوداد المغربي، ويبقى عملنا 3 لقاءات عربيه في المشوار الاخير للبطوله، وان شاء الله نفوز. واعتقد انه
استاذي عادل القيعي وصديقي ابراهيم منيسي بيشاركوني نفس هذه الاحاسيس والتوقعات والتمنيات، الى جانب ان احنا بقى الثلاثه بنشارك ملايين من عشاق النادي الاهلي احلامهم فرحتهم، لانه كلما احتاجت مصر يعني ان تفرح بتبحث عن النادي الاهلي. مسك الختام بصراحه الكلمه دي يا دكتور ياسر، بشكرك طبعا شكرا جزيلا. مستمرين معاك يا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم، وده كان لقاءنا اكيد مع دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي. زي ما انتم سمعتوا اكيد خلاص كل الاستعدادات على وش او على اهبها طبعا قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي، مباراه اكيد مهمه جدا 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 للاعبي النادي الاهلي للجهاز الفني ولكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله الفريق من خلال هذه المباراه يقدر يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في مصر ان شاء الله. خليني اقول لك ان بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي، اللي هيكون مران الاساسي للفريق، مران مهم جدا للجهاز الفني واللاعبين. ان شاء الله من خلال هذا المران كابتن حسام البدري ممكن يستقر بنسبه كبيره على التشكيل، ويمكن هو التشكيل يمكن ابتدى يظهر شويه النهارده وامبارح في تدريبات النادي الاهلي، لكن يعني خلينا ما نستبقش الاحداث. ان شاء الله خلال تدريبات بكره هيظهر او هيبان الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري والتكتيك اللي ممكن يلعب به كابتن حسام البدري هذه المباراه. بشكل عام اكيد نتمنى كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، ويقدروا ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه جيده قبل مباراه العوده في القاهره، ومن ثم التاهل للدور النهائي، وان شاء الله ان شاء الله نحقق هذه البطوله الغاليه جدا لكل جمهور النادي الاهلي.